احنا قلنا المحاضره اللي فاتت ان احنا بنبدا دبلومه او ورك شوب للانتيريور ديزاين او تصميم داخلي، ماشي. الدبلومه دي او الورك شوب ده هيبقى يشتمل ثلاث حاجات. يا باشمهندس احمد، تمام معاك. بيشتمل على ثلاث برامج اساسيه اللي احنا طبعا هم ايدينا ورجلينا بصراحه في الشغل بتاعنا. اول برنامج هو برنامج الاوتوكاد، وقلنا البرنامج ده مهم جدا 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 لانه من البرامج الدقيقه والسريعه. يعني احنا كنا محددين نقطتين، دول دقيق في الابعاد والمقاسات، اوكي، بنقدر نحكم بالظبط ابعادنا مظبوطه، ونقدر نحدد المساحات والفراغات اللي عندنا نقدر نوزع عليها الفرش بتاعنا او التصميم الداخلي بتاعنا ايا كان بدقه عاليه قوي، وفي نفس الوقت سريع لان ممكن احتاج بلوكات او ممكن ارسم الحوائط وكده، بيبقى الموضوع اسرع بكتير من برامج اخرى. قلنا بعد كده بعد ما نحط الديزاين بتاعنا على الاوتوكاد ونظبط ابعادنا والفراغات كويس جدا، بنبتدي نخش نعمل له اظهار او فيجوالايزنج، تمام، على البرنامج من البرامج الاظهار. طبعا هو كذا برنامج موجود في السوق زي برضو ما اتكلمنا، قلنا عندنا في الماكس، عندنا في السكتش اب، عندنا في حتى برضو خد بالك ان الاوتوكاد في اوتوكاد 3 دي، واحنا اتكلمنا عن النقطه دي كلها، يعني في اظهار من الاوتوكاد 3 دي، تمام. يا ريت بعد اذنكم ناخد بالنا من الكاميرا، خلاص، حرصا طبعا على الخصوصيه مش اكتر. يعني طبعا يشرفنا جميعا طبعا نشوفكم جميعا، بس احنا بنتكلم على الخصوصيه. كل واحد طبعا قاعد في البيت دلوقتي يمكن متاخر، فبرضه ايه، حرصا على خصوصيتكم انتوا الخاصه يعني. طيب، قلنا في برامج الاظهار، ماشي، وقلنا طبعا الاوتوكاد في برضه 3 دي كاد، وعلى فكره هو اول 3 دي وابسط واسهل 3 دي ومش وحش برضه. يمكن انا ممكن اوريكم حاجه، مش فاكر انا وريتها لكم المحاضره اللي فاتت ولا لا، بس يمكن بعض الزملاء الاعزاء عندي. خلاص نطلع نخش على البرامج. باشمهندس محمد مش هقول يعمل شغل الماكس، بس ممكن هوريك دلوقتي شغل ليه، ممكن يعمل بنسبه 80 90%، مش هقول لك ان هو يعمل 100%، لكن ممكن يعمل من 80 ل 90%. ممكن اوريك بس كده شغل الماكس، سوري عفوا، شغل ال 3 دي كاد، عشان برضو تبقى ناس فيه الاوتلاين بتاعي. بسم الله اوريكم بعض الشغل كده البسيط اللي انا كنت عامله لبعض الناس، لانه خد بالك ان في بعض الناس بيبقى شغلها يعني هو عايز حاجه بسيطه، مش عايز حاجه مكلفه او حاجه عاليه زي الماكس يعني. بالمناسبه برضو قبل ما انسى، انا سيرتيفيكت انستراكتور من شركه اوتوديسك، تمام، والحمد لله السيرتيفيكت بتاعتي ما هياش قديمه ولا حاجه، لا ده هي عشان ممتده لحد فبراير 2022، يعني سيرتيفيكت حديثه، عشان بعض الناس بس تفتكرش ان يقول لك انا كنت سيرتيفيكت والكلام ده كله، الحمد لله انا سيرتيفيكت من اوتوديسك برضه عشان الناس تبقى مطمئنه. الحمد لله رب العالمين، كان ليا تدريبات في وزاره الاسكان، تمام، اداره التخطيط العمراني، عندك برضه القوات المسلحه ليا شغل فيها، عندي جامعه المهندسين الكويتيه، فالحمد لله رب العالمين ليا او فضل وكرم من عند ربنا عليا ان كان ليا دور كبير ان اساعد في يعني مشاركه المعلومات مع اخواني في كل الوطن العربي. ده كده يا جماعه 3 دي كاد، يعني ده كده انتيريور ديزاين. طبعا هو خد بالك مش بنسبه، ماكس، بس ده 3 دي كاد. طبعا ده خد بالك ده اوتوكاد 2012، يعني خد بالك ان ده اوتوكاد 2012، فالاصدار ده قديم شويه، فالكواليتي بتاعه ضعيف سنه. طبعا ما بالك ان الاصدارات الاعلى احسن يعني. ده اوتوكاد 2015، ده واجهه خارجيه الفيلا كانت معموله في التجمع زي ما انتم شايفين كده، ده كله 3 دي كاد، 3 دي كاد، ما فيش اي تدخلات من اي برامج اخرى، تمام. وده الباك بتاع الفيلا، ده الفرونت وده الباك اهو زي ما انتم شايفين، بالبسين بكل حاجه، كل ده برده 3 دي كاد، اوكي. فهو برنامج بسيط. باشمهندس نادي، الصوت شغال، باشمهندسين سامعيني كويس صح؟ سامعيني كويس تمام باشمهندسين ولا في مشكله؟ اوكي. طب باشمهندس نادي يا ريت تتاكد عندك سماعات او الصوت يكون عندك شغال، تمام باشمهندسين. فده ال 3 دي كاد، ده ديزاين كان لفيلا زي ما قلنا في القاهره الجديده، تمام. ده برده حاجه اهي، برده ده 3 دي كاد، كل ما هو موجود هنا 3 دي كاد بالكامل، بالماتيريال، بالريندر، بكل حاجه، كل حاجه، حتى الميه والنافوره والكلام. النافوره دي معموله، احنا انا مصممها، انا مش جايبها بلوك، العربيه بس اللي جايه بلوك، يعني اللي جاي في الموضوع ده كله بلوك، العربيه والعمودين دول فقط لغير، انما الباقي كله بالتصميم بكله هو معمول على ال 3 دي كات. فده دي مجموعه ديزاين 3 دي كات. طبعا ده بقى حاجه كنت بعملها كده تيست ريندر على النجيله، تمام، مع الميه، مع الانعكاس والانكسار بالنسبه لجزئيه الماتيريال هنا، خلاص. فدي كنت حاجه، دي كانت تجربه يعني، وده كان النايت فيو بالاضاءه بالانعكاس، ده برده 3 دي كات، يعني كل ده
3D CAD، ده كان تيست ريندر كده بتجرب الاضاءه والانعكاس والانكسار في اضاءه ليليه. فاقدر اقول لك ان ده 3 دي كاد برضو موجود، يعني في اظهار. طبعا يا باشمهندس محمد، الكاد مش وحش، يعني الكاد اوعى تفتكر ان الكاد برنامج ضعيف او برنامج كده، لا بالعكس، هو برنامج قوي وغالي كويس. فعندنا الاظهار ال 3 دي فيه من اول الاوتوكاد عندنا 3 دي، وفي عندنا ريفيت، يعني برضو خد بالك الريفيت برضو فيه اظهار برضو معماري. يعني ممكن اوريك حاجه ريفيت لسه كنت عاملها، يمكن حتى كنت بتست كده على جهاز في بروجكت في الريفيت المعماري. I think ان انا ممكن يكون عندي هنا في الريفيت لسه كنت عامله من يومين تقريبا، كنت بتست على لاب كده. فحتى برضو بسم الله الريفيت نفسه فيه ريندر، يعني الريفيت نفسه فيه اظهار معماري، الريفيت فيه اظهار معماري مش باين عندي، او مش عارف هو تاه مني فين، لكن ممكن اشوفه فين واجيبه لكم. تمام، اي ثينك ان هو انا فاكر ان انا حطيته هنا في حته اللي كنت بجرب عليه. يعني بص ممكن اهو، يعني ممكن بص ده شغل ده ريفت، بس برضه كواليتي ضعيف شويه لان برضه ما رفعتش قوي. ده ريفت، ده الريندر بتاع الريفت، ده كان بروجكت مستشفى اعتقد، في بعض الناس حضروا معايا البروجكت ده، اعتقد بعض المهندسين معايا حضروا البروجكت ده باشمهندسين، صح؟ في بعض اللي باشمهندسين معايا حضروا البروجكت ده، كنا بناخد كورس الريفت مع بعض، واي ثينك ان هم حضروا معايا الريفت ده. فده الريندر بتاع ال تمام، ده الريفت ده الريفت. طبعا الريندر خد بالك انا عامله برده عشان كنت عامله في المحاضره، فكنت عامل الكواليتي بتاعه ضعيف شويه. في برده صوره ثانيه ليه اي ثينك يمكن اعلى سنه في الكواليتي، تمام اهي دي حاجه زي كده، بس برده لا برده مش اعلى ولا حاجه، لا هي برده فيها برده كان الكواليتي مش مظبوط شويه. لكن اللي انا عايز اقوله ان انا فرده عندي في الريفت لحد بس ما اشوف لكم الصور بتاعه اللي انا كنت مرندر عليها اخر مره، كنت مفكر اعمل صورتين كويسين جدا بس مش عارف هم فين بصراحه، كنتش مرتب ان انا ممكن احتاجهم دلوقتي، لكن اشوفهم لو لقيتهم هوريهم لكم. فاللي عايز اقول لك ان الازهار عفوا ان الازهار للمشروع ما هو بستخدم الماكس بس او السكتش اب او الكلام ده كله، لا انا عايز اقول لك ان الاوتوكاد 3 دي في اظهار، واظهار كويس مش وحش، اوكي يمكن ضعيف شويه في الانتيريور، ضعيف شويه في الانتيريور تمام، لكن في الاكستيريور تحفه قوي جدا، ممكن تستغنى عن الماكس بالنسبه له. الريفت نفس الموضوع، في اظهار خارجي، في ريندر، في فيجواليزيشن تمام اوكي. فده من ضمن البرامج، لكن هم اشهرهم طبعا على الاطلاق برنامج ال 3 دي ستوديو ماكس، اوكي مشهور على مستوى العالم قوي جدا، برنامج مميز قوي، وظهر مع السكتش اب. يمكن انا معلش يمكن اتكلمت عن موضوع السكتش اب ده، ان السكتش اب ده كان برنامج عاملاه شركه جوجل، وكان برنامج كده عامل زي الايه زي بينت الرسام، لكن هم اضافوا له الفي راي اوكي. فالفي راي اداله قوه واداله وجود على الساحه لان بيطلع ريندر كويس. في برضه برنامج لوميان، لوميان برضه من البرامج القويه جدا في الاظهار، ويمكن احنا بنستخدمه اكتر في الانيميشن لان الماكس في الانيميشن تقيل قوي ومحتاج مواصفات اجهزه عاليه جدا اوكي. لكن في الانيميشن بنستخدم بكتير، وممكن نطلع برضو منه شطات. فاحنا في الورك شوب ده هنشتغل الماكس عموما، وهنركز على شغل عماره. انا برضو يمكن قلت المحاضره دي اللي فاتت في او اللقاء اللي فات، ان احنا لما نخش برنامج يا جماعه احنا بنركز على اللي احنا عايزينه، عشان كده احنا بنركز على حاجه واحده احنا عايزينها، ولا انتيريور ديزاين او الورك شوب بتاعنا متلخص في كده. مش عايز اخش في الماكس بقى او في اي برنامج اقعد اشرح بقى مجرد حاجات واتوهك واديك واجيبك في مواضيع مختلفه، ده بيخليك تطلع في الاخر تحصيلك ضعيف. تمام، باشمهندس شيماء هو بتنزل على الجروب، انا بحط اللينك على الجروب وبنحطه على الواتساب وبنحطه على موقع بيم اريبيا على اليوتيوب، يعني بينزل في كذا مكان اوكي باشمهندس شيماء، يعني هتلاقيه نازل في كذا مكان باذن الله. ما ينزلش مكان، بحط اللينك بتاعه على الجروب بتاع الواتساب بتاعنا، بحطه على الجروب عندي على الفيسبوك اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت، وبيبقى موجود على القناه باذن الله. تمام يا هندسه، تسلمي. طيب خلصنا بقى الكاد وخلصنا الماكس، يبقى احنا محتاجين الفوتوشوب، وقلنا الفوتوشوب بتاعنا بنستخدمه في الاظهار في حاجتين اتنين. كان موريكم حاجه هنا المحاضره اللي فاتت في البروجكت بتاعنا، كان في اظهار اللي هو ده اللي انا بفرش البلان المعماري بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ده البروجكت اللي احنا كنا شغالين عليه، ان انا بفرش البلان المعماري خلاص، فده بفرشه بالفوتوشوب اوكي. فهو نفس البروجكت بتاعي، لكن ده شغل مشروع تنفيذي
تمام. وده شو ايه ده شو او ايه عرض للعميل، العميل بيحب يشوف الشغل ده، هو مش هيفهم حاجه من الاكسات بتاعتنا والمحاور الشغل ده، هو مش هيفهم منه حاجه. العميل اللي جاي هتتعامل معاه او عايز توري له الشقه بتاعتك او التصميم اللي انت عامله، هو مش هيفهم حاجه من الايه من الخطوط اللي احنا عاملينها دي، دي بتاعتنا احنا، دي لغتنا احنا بالبلدي كده، دي لغه المهندسين. مجرد ما ابص على البلان اللي قدامي ده خلاص انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. العميل مش هيستوعب طبعا الكلام ده، العميل يبص على عايز الصيغه دي كده، عايز يشوف كده تمام، فرش الاوض والمساحات الداخليه فقط لا غير. فده بنعمله بالفوتوشوب، دي نقطه. النقطه الثانيه او الشق الثاني بالفوتوشوب، هنحاول طبعا احنا طلعناه من الماكس، لان طبعا في بعض الزملاء بيبقى اجهزتهم ضعيفه شويه مش قويه للغايه، فبنحتاج نعمل شويه ايديتنج بسيط او شويه تعديلات على المخرجات بتاعه برنامج الماكس. ده كان الفكره ان احنا نعمل الورك شوب ده من الثلاث برامج اللي احنا قلنا عليهم، الكاد و الماكس وبرنامج الفوتوشوب. يعني حبينا نمسك اقوى حاجه موجوده في السوق واكتر حاجه استخداما على الاطلاق، ان احنا ان شاء الله نقدر نساعد بيهم ونقدر نفيد بيهم معلومه كويسه للساده الزملاء. تمام كده يا باشمهندسين، ده مقدمه عموما عن الورك شوب بتاعنا. طيب احنا بدانا المحاضره اللي فاتت كده بسرعه كده في ريفيجن سريع. تمام، قلنا ان احنا عندنا نفتح كده بس الايه الشخبطه بتاعتنا دي. قلنا ان احنا عشان نشتغل عملي بقى، احنا بنخش في الموضوع على طول. قلنا بنشتغل عملي لما يجي لي عميل ماشي، في بروجكت موجود او في اونر تمام، او في كلاينت وات ايفر ايا كان، عنده بروجكت مشروع خلاص تمام ماشي. البروجكت ده ممكن يكون خدمي، تجاري، اداري، سكني، وات ايفر ايا كان المشروع اللي جاي لك. وقلنا احنا بنركز في الورك شوب ده على الشغل السكني اكتر، لان اي حاجه ثانيه كاداري او تجاري كده ليها طبعا تفاصيل تانية وليها ديتيلز تانية مهمة لازم نفهمها، فلا احنا خلينا في السكن اللي هو اغلبية الشغل في السوق دلوقتي، يمكن بنسبة 90 او اكتر من 90% من الموجود في السوق كله شغال معتمد على السكني. طيب اوكي، احنا لو عندنا بروجكت فقلنا عندنا في ثلاث طرق للتعامل. لما بيجي العميل يقعد معايا يقول لي والله انا عندي شقة، عندي فيلا، عندي دوبلكس، عندي وات ايفر ايا كان البروجكت اللي هو عايز يبتدي يعمله ديزاين، قلنا في عندنا ثلاث طرق. يا اما العميل اول طريقه بيوفر لي ملف الكاد تمام، او الكاد فايل خلاص، الكاد فايل اوكي. وطبعا لو وفر لي الكاد فايل يبقى الراجل كده بصراحه ريحني بكتير قوي اوكي. لكن للاسف ده ما بيحصلش، نادرا نادرا ما بيحصل نلاقي العميل جاي يقول لي والله انا عندي ملف الاوتوكاد بتاع المشروع بتاعي او الشقه بتاعتي، لان غالبا ممكن واحد يكون واخد مثلا شقه مثلا مشتريها من شركه، او واخدها مثلا شقه في كومباوند او كده، فهو اشترى شقه او اشتريها من حد كان ساكن فيها قبل كده، فغالبا مش هتلاقي معاه ملف الكاد، لا الشركه هتدي له ملف الكاد ولا اللي كان ساكن في شقه اصلا معاه ملف الكاد. لكن بنقول فرضا فرضا ان ممكن يكون عندي ملف كاد اوكي، فدي حاجه بتسهل عليا كتير جدا، بتوفر علينا وقت ومجهود رهيب قوي. الحاله الثانيه ان العميل يكون معاه بلان تمام مفروش خلاص، اللي هو جي بي جي صوره تمام لبلان مفروش، زي اللي انا وريتكم كده من شويه خلاص، اللي احنا كنا بنتكلم عليه تحت كده لو انتوا فاكرين. هنا كان في الكاد اللي هو بلان زي كده، بيديك بلان زي ده كده صوره اللي تبدا بشوره او كده. والله الشركه لما جيت اشتري ادوني دي في الايه في العقد، او التفاصيل دي كانت موجوده عندي يعني تمام كده باشمهندسين. فممكن يديك بلان زي كده ماشي، يبقى كده الراجل بيحاول بقدر الامكان يقرب لك الايه المسافات بتاعته. طيب بسم الله، لسه في ناس بتحاول تدخل معانا ماشي، خلي دي كده هنا بجنب. طيب اوكي، نيجي بقى للنقطة الثالثة اللي هي أصلا يعني 90% من شغلنا أو 95% من الشغل بتاعنا. إيه بقى ال 90% أو 95% من الشغل بتاعنا؟ إن أنت سعادتك بيجي لك العميل يقول لك أنا عندي الشقة بتاعتي أو عندي الدوبلكس أو عندي الفيلا، بس أنا ما أعرفش عنها أي حاجة، لا عندي كاد بقى ولا عندي صورة ولا عندي أي حاجة خالص. يبقى سعادتك بتنزل ترفع المقاسات، ترجع للمرحلة دي، رفع الإيه؟ المقاسات. خلاص؟ أوكي؟ رفع الإيه؟ المقاسات. يبقى سعادتك تمام، ودي اكتر حاجه بنشتغل فيها في السوق اوكي، انك تنزل ساعتك ترفع المقاسات. فاحنا بدانا المحاضره اللي فاتت باول نقطه، قلنا ازاي لو انا عندي كاد فايل هشتغل عليه خلاص، وبترسم ازاي، وخدنا ريفيجن كده كنا شغالين على مشروع اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده، وبدانا نرسمه عمليا ونتكلم فيه، وهريفيجن سريع على النقطه دي. النقطه الثانيه اللي هننزل نتكلم فيها ان شاء الله، اللي انا لو عندي بلان زي الصوره ده وعايز ارسمه اوكي، عندي بلان انا عايز ارسم، او انت خد البلان ده هو ده اللي عندي، وانت ايه ارسم انت الشقه واشتغل عليه. عايز اعرف لو انا عندي بلان زي كده صوره ازاي اشتغله. على فكره الموضوع ده
للاسف. وبرضه بنوه على النقطه كده، لان برضه انا حاجات بتجيلي بتزعلني بتضايقني جدا، ان بعض الزملاء او بعض الـ يعني من شرفت تدريبهم او تلميذه على ايديا، من سواء طلبه في الكليه او من المهندسين زملاء، يروح يقدم على شغل جديد وهو خلص يعني راجل درس وخلص وتخرج وخد الكورسات بتاعته كل حاجه، فيروح لمكتب هندسي او يروح لشركه عشان يشتغل، فللاسف بيقابل بعض الناس يقوم يديله مثلا جزء من صوره. وحصلت معايا الموضوع ده في مصر وفي الامارات وفي كذا مكان جالي، ومن انجلترا كمان على فكره للاسف، يعني في ناس برضو في جامعه مانشستر بعتوا لي القصه دي. ان هو بيعمل ايه؟ بيروح مصور له حته من البلان ويقول له خد اتفضل ارسم لي الجزء ده، من غير اي دايمنشن، من غير اي حاجه خالص. فطبعا بيحصل مشكله بالنسبه للمبتدئ لاول مره، هو اتخض، ايه ده؟ طب ده مفيش ابعاد ومفيش اجسام، وما ايه ده؟ في ايه؟ هو راجل دارس وراجل مهندس وراجل خريج، مثلا كان خريج ديكور او راجل خريج عماره او حاجه زي كده، فبيتصدم. فطبعا للاسف يعني انا برضو حاجه بتضايق جدا انك تلاقي حد بيعجز اللي قدامك في اول بدايه حياته. انا راجل لسه متخرج ونفسه يشتغل ونفسه ربنا يكرمه ويبقى ليه مستقبل وليه وجود في السوق، وفجأة بحد انا بصراحه مش عارف اقول عليه ايه، بيجي يقوم بحاجه بصراحه بتخليه يتعقد من نفسه ويشك في نفسه وامكانياته وقدراته والحاجات اللي هو درسها ماشي. فللاسف الناس تيجي تسالني، فدي نقطه بصراحه يعني كانت بتضايقني جدا، وكانت يعني كانت بتعصبني جدا جدا، ان انت ليه تتعامل بالاسلوب ده؟ تمام، ليه ان حد يجي لك جديد تعجزه او توصله لمرحله زي كده؟ المهم يعني، فالنقطه دي حلها النهارده ان شاء الله، او في الورك شوب ده، ان انا هاخد صوره وازاي اشتغل عليها، عشان لو حصل معاكم حاجه زي كده باذن الرحمن تقدروا تتخطوا النقطه دي وتتعدوا بقى. معلش انا ممكن اقول، يعني اسف اللفظ، بسميه عقده نقص. يعني انت تيجي تعجز اللي قدامك او يعني تفرض عليه، عارف اقول لك ايه، التعجيزات في الاول دي الموضوع بيبقى مش ظريف. المهم النقطه الثالثه بقى، اللي هي اللي معظم شغلنا عليها بقى، اللي هي رفع المقاسات. اوكي، دي برضه هنتكلم، وانا عملت لكم فيديو على فكره سجلته النهارده الصبح في الموقع وانا هناك، هبقى هعرضه عليكم في النقطه دي، اعرفكم ازاي برفع المقاسات وايه المقاسات اللي انا ببقى محتاجها في المكان باذن الله. انا برضه بحاول انا بقدر الامكان، ويمكن زملائي الاعزاء اللي معايا وحضروا معايا كورسات قبل كده عارفين ان انا بحب اشتغل عمليا، باخد مشروع واقعي انا شغال بيه في الفعل وبطبق عليه. اوكي، بحيث يبقى التدريب واقعي وعملي ومفيد باكتر من ان انا اقعد اتكلم نظري كتير. طيب كده ده اللي احنا اللي اتكلمنا فيه المحاضره فات كده في عجاله بسرعه. مش مهندس محمد، اي جروب يا هندسه؟ معلش، مش مهندس محمد، اي جروب؟ جروب الفيسبوك ولا جروب الواتساب؟ الواتس. طيب ممكن بس حد من الاداره من زملائنا الاعزاء ممكن يبعت دلوقتي اللينك بتاع جروب الواتساب هنا، تعمل بس على لينك تدخل. اوكي تمام ماشي، استاذن بس باشمهندس عمر او باشمهندس احمد، اي باشمهندسين الاعزاء اللي معانا اللي ممكن يكون معانا اونلاين، يرفع لنا بس لينك الواتساب للباشمهندسين هنا عشان يضافوا للجروب. تمام، حاضر باشمهندسين، اول ما ارفع اللينك على طول تقدر تدخل على الجروب على طول ان شاء الله. تمام باشمهندس محمد، الله يبارك لك، ربنا يبشرنا بالخير يا رب. اهو جروب الواتس اب باشمهندس احمد، مشكورا طبعا، رفع لكم الجروب اهو، تقدر تخش على اللينك ده على طول، تخش على الجروب باذن الله. باشمهندس امنيه برضه تقدر تخش على جروب الواتس على طول من اللينك اللي فوق ده على طول. اوكي، والفيسبوك حاضر، الفيسبوك احنا ممكن قلت لكم ان جروب الفيسبوك برضه هبعته لكم حالا. باشمهندس الفيس ده برضه الواتساب ده، واتساب واتساب. تمام باشمهندس، باشمهندس احمد انت عندك جروب الواتس بتاعي، سوري جروب عفوا ماشي. طيب جروب الفيسبوك يا جماعه برضو اللي عايز الفيسبوك هوري له حالا، ده الفيسبوك، اخش على الفيس كده سريعا. تمام اهو، هفتح لكم الجروب بتاع الفيسبوك على طول. انا عشان بس ما اكتب الاسم هفتح بس الجروب كده اهو، تقريبا برضو باشمهندس احمد رفع الجروب اهو. تمام، برينج ايديا تو لايف، ده الجروب بتاعنا، ده النيم بتاعه ماشي. اوكي طبعا في ناس اهو، ده الجروب بتاعنا اهو، معلش يمكن مش عارف الصوره باينه ولا لا، اهي الاسم تحت اهو، بري ايه. تمام، برينج يور ايديا تو لايف اهو، ده الاسم بتاعنا اهو، ده اسم الجروب على الفيسبوك. اوكي، وباشمهندس احمد كتر خيره يعني رفع برضه اللينك بتاع الجروب. فعندكم جروب الفيس وعندكم جروب الواتساب، واهلا بيكم طبعا في الاثنين، يعني تحت امركم وشرفني طبعا انضمامكم هنا وهنا. اوكي طيب، مبدئيا كده احنا حددنا النقاط اللي احنا بنتكلم فيها دي، وده اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. طيب نمسح بقى كده اللي احنا عملناه ده كده عشان نبتدي نشتغل ونعمل ريفيجن سريع على اللي احنا قلناه. طيب احنا كنا بدانا في مشروع، المشروع
انا شغال دي في دلوقتي باذن الله. دي عماره يمكن انا قلت لكم عليها، دي عماره في مدينه نصر في تقريبا شارع الطيران او شارع متفرع من شارع الطيران، المهم يعني ما علينا. العماره دي زي ما انتم شايفين كده، طبعا ده الرسم الهندسي بتاعها. ممكن اقفلها كده، نقفل ليارتنا كده بسرعه. تمام، اوكي ماشي، نقفل كده كل الحاجات دي والاكسات بتاعتنا. ده كده الديزاين بتاعها او المشروع بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. ده الرسم الهندسي للعماره دي. العماره دي عباره عن شقتين زي ما انتم شايفين كده، منقسمه يمين وشمال. ده مدخل الشقه من هنا ومن هنا. ده ريسبشن، بيتيرس اهو، حمام ومطبخ وطرقه وغرفه اثنين ثلاثه وحمام تاني. وطبعا ده منور، وهنا السلم بالاسانسير بيسلم الطوارئ اللي هو في الجانب الجزء اللي هنا ده. طبعا الثاني نفس الموضوع بالظبط، شقتين متماثلتين خلاص. وبدانا نرسمها ويمكن حتى احنا خدنا الاكسات لو انتم فاكرين كده موضوع الاكسات، احنا خدنا الاكسات وقلنا نشتغل عليها المره اللي فاتت واشتغلنا عليها بالفعل. خلاص نعمل لها كده ايزوليت. فادي عندنا اهو، ادي اللي المحيط بتاعنا كله ماشي، ادي المحيط بتاعنا كله كده. نجيبه كده تاني اهو، ده الارض، مساحه الارض كلها، وادي الاكسات بتاعتنا خلاص بالدايمنشن بتاعها. اوكي، وقلنا هنعمل ده كله كده نشتغل عليه. طيب ادي مساحه الارض زي ما انت شايف كده اهو، وبدا يحط لي الاكسات بتاعتي بالابعاد بتاعتها. تمام، وقلنا ان الراجل هنا سايب لي من هنا مسافه حوالي 2 متر ونص. خد بالك الكلام ده، انا قلت لكم هجيب لكم الورق بتاعها، ده كده الترخيص بتاعها عشان تبقى برضو في الصوره معايا، تبقى فاهم انا ليه بسيب المسافات دي كلها. بص كده، ده جزء من الترخيص اهو، ده حدود وخطوط التنظيم الترخيص. معلش يمكن الصوره مش واضحه شويه. الارض بتاعتك المربع ده مساحه الارض الكليه، شايفينها؟ تمام، يعني لو خدت كده ممكن اشخبط كده باي قلم كده، واخد مثلا لون اغمق شويه، يعني المربع اللي بره ده، ده مساحه الايه؟ اهو شايفين ده كده، ده مساحه الارض الايه؟ اللي هي الايه؟ الكليه كده يا جماعه. تمام؟ ماشي؟ هنا الواجهه 20 متر وهنا الواجهه 24 متر، اهي دي 24. فالراجل قال لك يا باشمهندس هترجع لي من هنا 2 متر ونص، شايفهم؟ اوكي؟ ده خد بالك، ده تقسيم الحي عشان يديك الترخيص، يعني ده مش كلامي انا، ده كلام الحي. نفس الموضوع هنا زيهم برضه 2 متر ونص، تمام؟ ماشي ببهت شويه، ومن ورا برضه هترجع لي كام؟ 2 متر ونص. ومن الواجهه الاماميه هترجع لي كام؟ فهمنا كده يا جماعه؟ فالكلام ده كلام حي مش كلامي انا، يعني ده خطوط التنظيم في الحي. فالراجل قال لك والله انت مطالب انك تعمل كذا وكذا 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 وكذا، زي ما انتم شايفين كده في اجراءات الرخصه بالظبط. تمام؟ طيب فانا دلوقتي لما اجي اطبق الكلام ده كله، عشان بس الناس يقول لي طب انت رسمت دي ليه او عملت دي ليه؟ فانا ماشي، رحت واخد اول لاين من هنا، راجع بيه لورا كام؟ 2 متر ونص، تمام؟ اللي هم سوري، من هنا 4 متر خلاص. بس ده بقى ايه؟ ده من غير الردود، ده في الدور الايه الاول، ده في الدور الارضي بنرجع 4، في الثاني عاملين الردود 2. فراجع من هنا 2 ومن هنا 2 ونص زي ما قايل، تمام؟ وهقول لك الست سلطة والجون منين؟ وعندك من هنا برضو رجعنا ها 2 ونص، ومن الجانب 2 ونص، اللي هو المسافات اللي حددها لنا خط الايه؟ التنظيم بتاع الحي يا باشمهندسين. في مشكلة كده حتى الآن في اللي أنا قلته؟ في حد عنده مشكلة حتى الآن في اللي أنا قلته؟ ها؟ الدنيا واضحة الحمد لله. طيب فانا بناء على كده برسم الحدود بتاعتي، وابتدي اخد الاكسات بتاعتي وارسمها. في ايه يا باشمهندس محمد؟ ليه المشكله في الاكسات؟ في ايه؟ تتحدد في نص الجدار. ما هي لازم الاكسات في النص يا باشمهندس محمد، هي لازم. ليه؟ لان انا خد بالك لو انا خدت بالي في الصوره هنا كده، تمام، انا في الصوره هنا كده لو انت ضغطت الحاجات دي كلها ماشي، انا ببني على مساحه 66% من الارض، لكن عددهم انا بتكلم عن تحديداتها وعددهم. تمام فهمت. بص يا باشمهندس محمد، هي الفكره كلها بترجع للمهندس المعماري. يعني ايه المهندس المعماري؟ يعني هقول لك مثلا على حاجه بسيطه، طبعا هو موضوع تصميم ملوش دعوه باللي احنا فيه، بس هنتكلم في حته تصميميه كده سريعه. لو انا بتكلم معاك مثلا عندي حته ارض معينه خلاص ماشي، زي ما الراجل قالها لنا كده، ببتدي اخد الارض بتاعتي اهي ماشي. طبعا ده الصافي، انا راجع بقى ده الارض اهي بره كده، فانا راجع الايه المسافات اللي هو قال لي عليه. تمام؟ باشمهندس محمد بيقول لي 8 في 13. باشمهندس صلاح لينك الواتساب مش شغال. طب باشمهندس احمد ممكن تتابع معانا، ممكن تتابع معانا. باشمهندس محمد انت 8 في 13 عايز، انت عندك حته ارض عايز نرسمها لك ولا ايه؟ انت حدد مسافات 8 في 13 واخد بالك انت؟ ها؟ فانت عندك حته ارض. بص ايوه انا قفشتك انا على طول، عندك حته ارض ارسمها لك. طب هي المفروض بص خد بالك واحد طالبها منك، لا ده موضوع بقى يظبط انا وانت، لان طبعا احنا هنا مش في تصميم عشان ما نضيعش وقتنا، بس انا هديك فكره سريعه عن نقطه التصميم.
فالفكره مثلا عندي ارض زي كده، عندي مثلا هنا الواجهه زي ما هو كان مديهاني كده، الواجهه دي ببتدي عندي واجهه الشقتين، فبقسم المساحه كده بالنص وابتدي اقسم الفراغات زي ما هو مقسمها كده، اوضتين ومطبخ وحمام زي ما احنا قلنا كده ماشي، ادي حمام معلش انا برسم كده ايه بصعوبه، وهنا في حمام تاني، وبعدين هنا في باب الشقه من هنا كده تمام. طيب كل حيطه من دي من التصميم اللي انت عملته في سكتش بتدي له اكس يا باشمهندس، فهمتني يا باشمهندس محمد؟ يعني كل حيطه من دي بخليها لها اكس كده تمام، بيبقى اكس كل حيطه تمام. معلش طبعا انا برسم ايه بالماوس فسامحوني على الشخبطه، انا بحاول كده كل واحد من دول تمام. ايوه الله يبارك لك كده، كل واحد من دول بياخد كده ايه الاكس بتاعه تمام، عشان اللي مرسمه على الكاد كل الحاجات دي كلها. وريكم موضوع الاكسات المره اللي فاتت اهو كده، برسم كل الكلام ده كله كده اهو خلاص. فالاكسات يا باشمهندس بتتحط بعد تصميم السكتش بتاع الارض، فاهمني؟ يعني الاكسات بتتحط بعد تصميم السكتش بتاع الارض اوكي. ويمكن انا وريتك نمسح بقى الكلام ده، فاكرين لو انا اوريكم صوره الاكسات، لو انتم فاكرين كنت اوريكم صوره المحاضره اللي فاتت برضو، قلت لك في عندنا صوره الاكسات تمام. فين الكاد؟ بسم الله. الاكسات دي مهمه جدا، انا بحطها طبقا على التصميم بتاعي عشان بعد كده في المشروع. فين الاوتلاين؟ بسم الله اهو. وقلت لك عندك الاكسات تمام اهو. بص الراجل على طول بيبتدي يحط الاكسات بتاعته زي ما انت شايف كده في الصوره دي، هتبان اهي اهو. قبل ما ابتدي اشتغل وبيفحت الارض بتاعته يحط الاكسات اللي انت هتختارها على اللوحه اوكي تمام. لكن لو من الاول فالايه فالاكس ايه فالاكسات ايه بالتصميم السكتش. لا ده تصميم، دي قصه ثانيه. انا ممكن نتكلم في تصميم ازاي تحط تصميم وحته قطعه ارض والكلام ده كله، ده موضوع ثاني خالص. يبقى ايه بقى ده بتتكلم في قرص تصميم، دي قصه ثانيه خالص يعني ماشي. فالمهم بس فكره الاكسات زي ما بقول لك هي بتيجي بالايه بكده على طول بالظبط تمام خلاص اوكي. فهمنا كده يا باشمهندسه ايمان؟ بتسالني بتقول لي يعني على الكاد قبل، يعني ايه على الكاد قبل؟ لا انا برسم التصميم لما يكون عندي مشروع باشمهندسه، برسم سكتش الاول بعد كده بنقل على الكاد. فهمتيني باشمهندسه ايمان؟ تمام يا مهندسه تمام الله يبارك لك 100 100. في طريقه ثانيه بقى باشمهندس محمد بس يبقى اتكلم فيها انا وانت بقى ايه براحتنا بقى، لما تقعد تناقش في تصميم ممكن ارسم على طول حوائط خلاص وبعدين بحط اكسات دي، بعدين يبقى بقى ايه اتناقش انا وانت فيها. لو انت بقى حابب تخش على طول تحط حيطان على الكاد على طول، مش عايز سكتش والكلام ده كله، دي قصه حاجه كده ايه بروفيشنال ممكن ابقى اتناقش انا وانت فيها تمام. وعلى فكره انت تايه عندي على الواتس، انا مش لاقيك يعني، انت كنت بتبعت كذا مره كنت بعت لي، فانت تهت من عندي على الواتس اوكي، رقمك تقريبا تاه من عندي فمش عارف اختفى مره واحده، عشان بس ايه تبقى عارف يعني ملحوظه يعني. اوكي طيب تعال بقى نكمل القصه بتاعتنا دي خلاص، فهمنا الراجل والاكسات بتاعتنا عامله ازاي. فاحنا بنيجي ناخد الاكسات بتاعتنا يا باشمهندسين اهي، ادي الاكسات اللي هي كل اكس من دول بيمثل حيطه، الاكسات اللي هي الايه الخضراء دي كده، كل اكس من دول بص بيبقى فين؟ في نص الحيطه بالظبط، في نص الحيطه بالظبط. فاحنا عملنا كده المره اللي فاتت اهو، رحنا واخدين حته الارض زي ما انتم شايفين كده، ورجعنا المسافات اللي هو قال عليها وقسمنا مسافتنا وطلعت معانا الاكسات دي. طب انا جبت الاكسات دي منين؟ من الابعاد دي، ما انا عندي الابعاد اهي، هو الراجل مدهاني قال لي بص يا سيدي من الاكس للاكس ده كام؟ 75 سم، ومن الاكس ده الاكس ده 100 متر 60، ومن هنا متر و7 سم، هنا 20 سم، هنا هكذا. بمشي في الابعاد اللي هو مدهاني على اللوحه التنفيذيه دي خلاص بالظبط، وابتدي ايه احط الاكسات بتاعتي تمام. طيب انا دلوقتي كده اللي احنا عملناه المحاضره فاتت ورسمناه لاينز عادي جدا خلاص، وطبعا احنا اول ما بدانا فاكرين احنا عملنا ايه تمام، فاكرين احنا عملنا ايه؟ هرد عليك حالا يا باشمهندس طه. احنا قلنا في الاول خالص اول ما بنبدا كنا بنعمل ايه فاكرين؟ قلنا بنظبط اليونتس، وقلنا الموضوع ده مهم جدا تاني اهو اللي احنا بدانا فيه المحاضره اللي فاتت، قلت بظبط اليونتس، لازم اليونتس عندي يكون 2 كسر عشي ولازم تكون مترز، وحددنا في مشكله عندي لو انا ما عملتش اليونتس دي في الاول بيبقى عندي مشكله كبيره جدا. حددت اللايرز بتاعتي اللي انا هشتغل فيها، الاكسات والكولومز والدور والويندو والوول وكل الحاجات دي كلها عندي، كل الكلام ده بيبقى موجود كده اللايرز بتاعتي عشان احط كل حاجه في مكانها. ظبطت برده عندي هنا من الانوتيشن، ظبطت التكست ستايل بتاعي، عندي 2 تكست ستايل ستاندرد اللي هو العربي وحددته ب 20%، وقلنا ان الكلام ده انا مش جايبه من عندي، ده شغل من الاي اي. على فكره انا حاولت ابعت لكم فايل الاي اي تمام، بس للاسف قالوا عشان حقوق الملكيه والطبع والكلام ده ما رضوش يرفعوه طبعا على الجروب في الفيسبوك، فانا رفعته لكم على الجروب بتاع الواتساب اوكي، اتمنى يكون وصل لكم. والدايمنشن عملت له ستايل اصغر شويه عشان الابعاد تكون اصغر بين الاكسات، يعني ده خليته خط كبير عشان يبقى تكست في وسط المشروع، وهنا خلينا اصغر شويه، عملنا ستايل جديد بنيو واشتغلنا عليه. بعد كده دخلنا في الدايمنشن ستايل، ظبطنا الستايل بتاعنا الستاندرد، عملنا له موديفاي
وظبطنا بقى اللاينز بتاعتنا، شلنا اللي هو الاكستنشن. انا خد بالك انا كل ده براجع بسرعه على اللي فات. شلنا الاكستنشن لاين من هنا، السيمبل والارو غيرنا الاوبليك تمام، وخلنا السمك بتاعه بيبقى نص الخط تقريبا 60 كان عرض سنتي اللي هو 1 من 10 يعني، خلينا هنا 6% 5% زي ما انت عايز عشان تبقى الشرطه ما تبقاش اكبر من الخط. التكست بتاعنا خلاص ظبطناه على الدايمنشن اللي احنا كنا محددينه، ممكن تديله لون او لا انت حر، اللاين او ايزو براحتك في الشغل بتاعك. الفيت قلنا هنا في الكيب تكست بتوين اكستنشن لاين، والبريمري يونتس حددناها ب2 كسلاش. الكلام ده كله احنا شرحناه المحاضره اللي فاتت، ورسمنا الاكسات وظبطنا كل حاجه والدنيا جاهزه. النهارده بقى عايزين نكمل، عشان طبعا انا بس اللي عملت ريفيجن سريع عشان الناس اللي جم او انضافوا معانا جداد النهارده تمام، ويقدروا برضو يراجعوا اللينك المحاضره اللي فاتت، يتفرجوا على الفيديو بتاعها هيبقى يفيدوا اكتر، ولا في حاجه يقدروا يرجعوا لي في النقاط اللي وقفت قدامها. اوكي طيب تعالى احنا رسمنا الكلام ده كله. طب انا عندي ايه؟ عندي النقطه بقى الثانيه اللي هو الجزء الانشائي. الجزء الانشائي اللي بيتمثل فيه الاعمده خلاص، والايه الشير وول اللي هي او الكور بتاع الاسانسير تمام. بعمل كده سيلكت وبعمل كده ايزوليت اهو، واقول لك تعالى بقى انا عندي الاعمده اللي الراجل عاملها دي كلها خلاص. فالاعمده دي عباره بالنسبه لي عن ريكتانجل، العمود ده عباره عن ريكتانجل. فلو جيت مثلا هنا بصيت عليه تمام، وقفت على اي كورنر كده مجرد وقوف بس، قال لك ده 30 في 70 ده العمود ده ماشي. طبعا الاعمده دي انا ما بتدخلش فيها، ده شغل مهندس مدني، والمهندس المدني بيخضع في شغله لمجموعه برامج اللي هو الايتاب والسابس والى اخره من البرامج بتاعته دي كلها تمام. فالبرامج دي بتاعته واحنا ما بنتدخلش فيها معماريه. طيب فهنا كده الباشمهندس بيشتغل زي ما انتم شايفين كده على اللينكات او الابعاد بتاعته او سوري البرامج بتاعته، بتحط لي الشغل بتاعه. انا ما بتدخلش كمعماري، انا ما بجيش جنبه خالص تمام. ليه؟ هو مسؤول، هو مسؤول عن الشغل بتاعه تمام. لان في اي مشكله هو خلاص هو بيحسب بقى الاحمال والاجهاد والبرامج بتاعته بتشتغل، بيحط له الديزاينز ده. هنا برضه عمود 30 في 80 خلاص، والجزء بتاعنا هنا اللي هو 30 برضه في 70 يعني بين 30 في 80 في 30 في 70. طبعا لو انت بترسمه بقى مانيوال فانت بتاخد ريكتانجل، عندك امر ريكتانجل فوق اهو او الار اي سي ريكتانجل لو بتحب شورت كاتس تمام، اسكيب، وابتدي اخد اللينك بتاعه لك مثلا 30 تاب 70 خلاص، بيبدا كده ايه الكولومز بتاعتك زي ما انت عايز. ولو انت تاخدها 80 يبقى سبيس واقول لك 30 تاب 80 سنتي، يبقى انا كده اديت الايه العمودين 80 او 30 في 70. طبعا ده شغل مهندس مدني، لكن انت ممكن تحتاج انك ترسمه لان انت بترسم بلان وهتشتغل عليه خلاص، بالذات لو نزلت ساعتك ترفع مقاسات. فانا بوضح عشان ساعتك لو حبيت تنزل ترفع مقاسات فانت لازم تعرف ترسم الاعمده كويس، فمش عايزين الدنيا تبوظ مننا، تبقى الدنيا واضحه كويسه وتعرف تشتغل. مش موكله باشمهندس مدني فخلاص لا مش بنرسمهم، لا هحتاج ان ارسمهم. اوكي تمام. طيب يبقى انا كده حطيت الاعمده بتاعتي وبحطها بالشكل ده. عندي بقى نقطه هنا بقى لذيذه قوي لازم اخد بالي منها كويس قوي، بيتلخبط كتير قوي في المهندسين بتوعنا. تعالى مثلا اخد كولومز زي ده كده، اعمل كده اند ايزوليت تمام. امر ايزوليت ده طبعا اعتقد ناس كتير عارفاه ان انا بعمل عزل للجزء اللي انا عايزه، يعني باخد مثلا الكولومز ده اي كولومز والاكس مثلا وحيطه اهو خلاص، والحيطه دي مثلا كده، واقول له اعمل لي هنا انا اخد ده سوري انا اخد الاكس ده او ده ايوه اهو، واقول لك اعمل لي ليهم ايزوليت. يعني ايه ايزوليت؟ انا عايز اشوفهم لوحده، يعني عايز اشوفهم لوحدهم فقط لا غير، مش عايز اي حاجه ثانيه. بعمل لهم عزل كده قدامي عشان اعرف اشوفهم بوضوح واشتغل عليهم او اعدل على الجزء اللي انا عايزه. طبعا لو انت خدت بالك كويس قوي، لو احنا فتحنا كده نقعد نشخبط هنا كده شويه، ان انا العمود بيبقى ماشي مع الحيطه صح، كلهم اهم صح كده، لازم العمود يكون ايه قافل مع الحيطه كده، ولا انا غلطان؟ تمام صح كده. طيب باشمهندس لسه كان في حد بيسالني دلوقتي، اعتقد باشمهندس طه كان بيقول الحيطه هنا كام؟ الحيطه هنا 12 سم تمام. اوكي يمكن احنا دار بينا سجال كده وكلام الفتره فاتت ما بين الحيطان كام، فاحنا قلنا الحوائط عموما في 12 وفي كام 25 سم. اوكي تمام خلاص، من 12 ل 25 سم، وقلنا كل الاستخدامات كل واحد منهم هنراجع فيهم بسرعه. حيطان 12 تبقى الحيطان الداخليه كلها داخل المبنى، الحيطان 25 غالبا بنستخدمها في الحوائط الخارجيه تمام، واحيانا بره ما بنعملهاش، وناس بتوفر بصراحه يقول لك يا عم اجيب 25 لبلوك. وبعت لكم صوره الحاجه دي على اعتقد، انا بعت لكم الصوره بتاعت البلوكات، بعتها لكم على الجروب اي ثينك، بعت لكم صوره البلوكات دي عشان بعض الناس تبقى عارفه شكلها. اعتقد لو طلعت على الديسك توب كده عندي في الفايل بتاعنا، بسم الله فين 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 يا ابو الخطاب بمقربي، هتلاقي في الصوره انا كنت بعت لكم صوره البلوك هنا برضه عشان تبقى الناس مستوعبه الصوره فين. انت معقوله ما بعتوش؟ انا فاكر بعت لكم على الجروب اي ثينك يعني، معقوله ماشي اوكي.
مش عارف ليه هنا، بس انا فاكر اني بعت لكم جروب بالظبط. اه ف البلوكات ماشي تمام، ما علينا. المهم فتعالى بس ايه، ايه البلوكات عندنا بتبقى 25 سم، فاحنا بنحطها احيانا على واجهه بتاعتنا. باشمهندس ضياء او ولا دعاء مش عارف، معلش الاسم مش واضح قوي، اعتقد دعاء نبيل. انهي جروب يا باشمهندس، الواتساب ولا الفيسبوك؟ هو اللينكين موجودين فوق يعني، بص لو طلعت في الشات فوق كده تمام شويه في الشات هتلاقي فيه جروب الفيسبوك وجروب، ادي جروب الواتساب وهتلاقي الفيسبوك فوق منه يعني، هتلاقي الاثنين ايه جنب بعض، وادي الفيسبوك. اوكي يا باشمهندس خش على اللينك على طول، وانا ايه مجرد بس ما اخلص هبتدي اعمل الفيسبوك، اعمل له ايه اكسبتد عشان بس مش عايز اخرج من المحاضره. ده العفو يا باشمهندس على ايه، بس العفو تأمرين تمام. فالعمود بيبقى قافل مع الحيطه كده زي ما انت شايف كده بالظبط. اوكي طب انا الحيطه عندي زي ما احنا قلنا لجوه 12 سم، يعني دي 12 سم. الاكس ده بنسميه خط السنتر او خط الزيرو تمام. زيرو ليه؟ لان فوق في الحيطه هنا ده تمام 6 سم تمام، ده 6 سم خلاص، وتحت كام؟ 6 سم تمام. طب اللي فوق ده بنقول عليه بلس، بلس تجاوزا، تجاوزا ان هو ايه فوق الخط، وهنا بنقول عليه ماينس 6 اللي هو تحت الايه الخط. طب ما بينهم ايه اللي هو الزيرو ده، ده بيبقى الزيرو في النص، فده بنسميه خط الزيرو او خط السنتر لاين تمام، او خط السنتر اللي ماشي في النص بالظبط، او خط الزيرو. اوكي طيب خط الزيرو ده لما بيمشي هنا بيعدي فين؟ اه ده بيعدي على نفس البعد 6 سم من العمود، يعني الحته دي برده في العمود كام؟ 6 سم. عشان كده يا باشمهندسين، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا باشمهندس، اهلا بيك. لا ابدا احنا لسه بنعمل ريفيجن على اللي فات ولسه بادئين اهو، بنقول ايه هادي ما تاخرتيش كتير يعني. فهنا 6 سم دول هم 6 من 100 لان احنا بنشتغل بالمتر لو انتم فاكرين. فدايما كنا نقول مهندسين مدني ايه؟ احنا بنحط 6 من 100. يقول لك طب ليش معنى 6% يا باشمهندس؟ اقول لك لان هو ده نص الحيطه. فالاكس ماشي في نص الحيطه اللي هو بيعدي من العمود ده بمسافه ايه؟ نص الحيطه. نفس الموضوع هنا. تمام؟ فتلاقي برضه هنا المسافه كام؟ 6%. اهلا بيك اهلا بيك باشمهندس عمرو، الله يبارك لك يا رب. الله يبارك لك يا رب. فهمنا يا جماعه؟ فال 6% هنا و 6% هنا ليه؟ لان هو الاكس بيمر بقى في العمود من ايه؟ من نص الحيطه، فبياخد 6% بس نص الحيطه، فيبقى ماشي من هنا او من هنا حسب بقى ايه وضع العمود. طب يا باشمهندس لو الحيطه 25، ما هو برده لو هي الحيطه 25 كده تمام مثلا، هتلاقي الاكس برده ماشي في النص تمام، فهيبقى سايب من فوق كام؟ 12 ونص خلاص، ومن تحت 12 ونص، يبقى هيمر من العمود على كام؟ على 12 ونص. فهمنا؟ وضحت النقطه دي ولا ايه تاني؟ وضحت النقاط دي كده يا جماعه؟ ماشي. يبقى عندي كده العمود بيمر على الاكس يا 6 من 100 يا اما 12.5% حسب سمك الحيطه، لو الحيطه 12 او الحيطه 25. اوكي تمام. طبعا الاغلب الاغلب ان احنا بنمشي على 12 سم، ان هو دلوقتي كله بيوفر، ما عدا زي ما قلنا في بعض المشاريع تمام، هو المفروض المفروض قانونا عشان برضو ايه ما حدش ايه يفهم ان انا ايه يعني بكروت النقطه دي، لا انا بتكلم في نقطه محدده. المفروض ان الدايري بتاعي كله الخارجي يعني تمام، الحيطان الخارجيه كلها تبقى 25 سم زي ما درسنا في الكليه، عزل الحراره والرطوبه والصوت والكلام ده كله تمام. لكن في ناس مش فارق معاها، يقول لك والله انا قاعد مثلا في التجمع، قاعد في اكتوبر والدنيا هاديه والجو جميل، فانا مش محتاج اعمل بره 25، بيوفر في التكاليف. هي مش توفير ولا حاجه، مش توفير جامد قوي يعني خلاص، بس هو ممكن بيبص المساحه يقول لك 25 فبتاخد. المهم يعني قصص كده، معتقدات ايه خاصه بكل عميل او كل صاحب مكان خلاص. لكن غصب عني بلجا لها لو انا شغال في مجال تجاري، انت مجال تجاري قلنا عشان الواجهه ممكن تكون شايله تكييفات، شايله كيرتن وول، شايله يفط اعلانات، الكلام ده كله، فبيبقى في احمال على الحيطه، فغصب عني بخليها 25 مش بمزاج. يبقى كده النقاط بتاعت الايه العمدات بتاعت. فالراجل بيجي هنا بيحط العمود بقى كده، تلاقي العمود ايه هنا 6% هنا 6%. اوكي مش لا مش للدرجه يا باشمهندس طه، مش بتختلف قوي يعني، يعني هي اصل الحيطه كلها لو انت خدت الجنب كل الواجهه كلها بتبقى كلها 25، انما نص ونص لا مش للدرجه يا باشمهندس طه تمام، يعني تختلف من مكان للتاني. يعني مثلا اقول لك على حاجه، انا مثلا لو عندي عماره واجهه واحده ممكن الواجهه اللي عليها كده، فممكن اخلي الواجهه بس والجوانب الدائر الجانبي او الخلفي 12، ما اخليهوش 25. اوكي تمام، انما اجي على الواجهه اخلي حته 25 وحته 12، يعني اعتقد هيبقى في تفاوت في 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 الاحجام، اعتقد لا يعني مش ما اعتقدش ممكن يبقى مناسب، هيبقى في لخبطه في الحيطه. لا يعني هو كله بلوكات 25 الجنب كله يا اما 12. اوكي لا ما هو الدخل دايما 12 يا باشمهندس طه، باشمهندس الدخل كله 12 ما فيهوش هزار تمام، الخارجي بس اللي فيه اللعب عشان الاحمال والحاجات اللي بتكلم عليها.
لا لا يا باشمهندس، الداخلي، ما انا احنا قلنا لو الحيطه 12 يبقى العمود على بالظبط في نص الحيطه، يعني لو الحيطه عندي 12 يبقى الاكس ماشي في نص الحيطه، لو هي 25 برضو الاكس ماشي في نص الحيطه. فهمتني؟ اوكي كده هندسه. بس في بقى اختلاف، هقول لك انا النقطه، انا فهمت انت عايز تقول ايه بالظبط. تعالى كده اوريك حاجه داخليه بقى، تمام؟ انا هوريك حاجه داخليه هتفهمها كويس قوي. بص كده هندسه، انا هجيب لك الحته دي كده، انا عارف انت عايز ايه، تمام؟ اهي هجيب لك الجزئيه دي كده بتاعت كور السلم، يعني انت بتتكلم هنا في كور السلم، انا هجيب لك بقى حته ايه داخلي مع ده مع ده، خلاص هعمل لك كده كل ده ايزوليت. ممكن الايه الهاتش ده نعمل له اغلاق كده، نقفل الهاتش، تمام؟ اللي هي بتاعت الهاتش. بص يا باشمهندس، انا عندي هنا في الداخلي، اذا انا قفلت كل ده ماشي، كنترول زد معلش، هنا عندي كور السلم كله هنا 25، اوكي كله 25، وعندي حيطه 12، فهنا الاغلبيه تبقى 12، بمشي على 12 سم الداخلي. طب لما تيجي في ال 25، 25 عشان كده بيبقى مرتبط بالحيطه الداخليه، ده كور اسانسير، فهنا العمود ماشي على الداخلي، ما اقدرش اعمل اكسين في نفس الوقت. فهمني انا اقصد ايه؟ فهنا بمشي على بعد 6 من 100 بالنسبه للكور. فهمتني؟ يعني ممكن اقول كده بالبلدي كده ان انا عندي الاغلبيه ايه؟ 12 سم. لو في عندي مثلا كور زي ما انت شايف كده بتاع الاسانسير ده، لا هيمشي على سيستم على سيستم 12 سم، يبقى 6 من 100. خلاص يعني انت حتى تبص هتلاقي الاكس ماشي اهو، شايفه؟ مش من نص الايه؟ الكور بتاعي. تمام؟ بالظبط كده يا باشمهندس، بس ما بالظبط زي ما بتقولها كده بالظبط، اه بالظبط كده تمام. اوكي باشمهندس استطاها معايا؟ يعني دي توضح لك النقطه بتاعتي، انما الخارجي كله بيبقى لها كلها 25، دي حاجه ثابته يعني. انما لما تيجي بقى تدخل جوه كده، لا انا الدخل عندي غالبا بيبقى 6 سم، زي ما باشمهندس بس ما كده وضحت بالظبط. تمام كده باشمهندسين؟ اوكي طيب. فباجي هنا على شغل بقى الاعمده، خلاص برسمها، بشوف الاعمده بتاعتي. تعالى مثلا عمود زي ده كده، احنا كنا رسمناهم هنا في الجنب اهو، خلاص. فانا كده العمود بتاعي لو انت خدت بالك كويس قوي، تمام، انا عندي اكس اهو، هرسم اكس كده ماشي، ده لو بتكلم على العمود ده، واكس فوق اهو معايا باشمهندسين ولا عيد تاني؟ باشمهندسين الاعزاء، تمام. هاخد الاكس ده والاكس ده، واقول لك الاكسين دول هحطهم في طبقه الايه؟ الاكسات، اللي هي الايه؟ الاكسس، اللي هي دي اهي، خلاص ادي الاكسين بتوعي. اوكي، او العكس يعني، ممكن يكونوا فوق او تحت زي ما انت عايز. المفروض ان الاكس ده على بعد كام من هنا، اللي هو انا شغال على العمود اللي فوق ده يا جماعه، العمود ده اللي انا شغال على العمود ده كده بالظبط، فبيبقى العمود ده على بعد قد ايه؟ 6 من 100. فبنزل بيه كده موف لتحت كام؟ 6 من 100، وباخد ده برده موف من هنا كام؟ 0.8، تمام خلاص. فاصبح عندي هنا الاكس بتاعي اهو، صح. طب افرض واحد قال لي ايه؟ طب مش افرض انا عايزه من الناحيه دي، يعني افرض هو مثلا هنا تلاقي في عمود نفس الموضوع اهو، من الكورنر من فوق اهو، عكس ايه اللي احنا عملناه ماشي. اوكي، ورحت اعمل له امر ميرور، معلش انا بس عشان المايك مضايقني، فانا بقى ايه كده اهو، ميرور كده خلاص. اوكي اهو تمام، يبقى على بعد ايه؟ 6% برضه. طب لو نفس الموضوع، لو ده هيبقى من تحت مش من فوق، فهاخد برضه ده كده ميرور تاني على النص ده كده، تمام. النتيجه بتاعتي عامله ازاي؟ معلش ممكن اطول الاكس ده كده شويه اهو عشان يبان هو اكس يعني، وده كده برضه كده. النتيجه بتاعتي ايه؟ خد بالك النقطه دي لو معايا مهندس مدني هيفهم النقطه بتاعتي دي كويس قوي يعني، او دي تريح معاك. النتيجه بتديني مستطيل اهو، شايفه كده من هنا اللي هو من الجزء ده كده للجزء ده كده، تمام. شفت المستطيل الداخلي ده؟ ده المستطيل بتاع الداخلي اللي هو نتج عنه. البعد هنا 6% دايرين داير. طب انا لو خدت يا باشمهندس، تعالى بقى نطبقه على هنا، رحت واخد ده ومديله اوفست على 6% للداخل، يبقى انا جبت الاكسات بتاعتي. يبقى بدل ما اقعد اعمل اكس وموف واكس، شوف انا قعدت اعمل في دي كام خطوه، وميرور هنا وميرور هنا، طب انا كنت ممكن اعمل اوفست على طول وهيفضل عندي هنا 6%، تمام. يعني اعمل كده ايه؟ لو انا مثلا ايه، سوري عفوا، دي اي ديستانس بتاعي هقيس مثلا من هنا لهنا 6%، صح؟ ولو قست من هنا لهنا مثلا فوق كده برضه 6%، يبقى انا كده ايه؟ عملت اوفست على طول وريحت نفسي. وعشان ما توهش نفسي، ممكن ناخد الجزء اقول لك ايه، حطه في الاكسات عشان ايه؟ يبقى ايه؟ مميز اللون، تمام؟ فهمنا؟ طب لو انا عايز اسقط بقى العمود ده، طبعا خلاص انا خد ده برضه، احط ده في الاكسات برضه اهو، اوكي؟ تمام؟ واشيل بقى كل الايه؟ العك ده كده اللي انا قعدت اعمل فيه كتير وضيع مني وقت. فانا ممكن اخد العمود بقى كده نفسه، خد بالك لما تيجي تشتغل بقى، خد العمود نفسه واقول له هات لي كوبي بقى العمود ده ونزله فين؟ في النقطه بتاعت الكورنر ده. طب تعالى نطبق الكلام ده عندنا في المشروع بتاعنا. خلاص؟ المشروع بقى بتاعنا كده هقول لك اهو، هات لي ريكتانجل ده تطبيق بقى. خلاص؟ ادي ريكتانجل. عفوا. وهرسم ريكتانجل كده ماشي في كورنر كده اهو، 0.3 تاب 0.7، خلاص. خد بالك انا دايما بحب وانا شغال بحب لما اكون في حاجه فيها ما بخش في الزحمه كده، بحب اشتغل الديتيلز جنبها كده بالراحه وانقل جوه واشتغل براحتي. طب هاخد العمود ده واعمل له اوفست
على 6 منين زي ما احنا اتفقنا، وللداخل بدوس كليك جوه خلاص، وعشان ما توهش نفسي اطوف العمود بحطه تاني فين؟ في الاكس بتاعه. طيب يبقى انا محتاج العمود ده فقط، خد بالك اهو باخد العمود بس واقول لك كوبي منين؟ من الكورنر ده خلاص لحد الكورنر بتاعي اللي هو الاولاني ده خلاص، لو في اخوه الناحيه الثانيه اهو هكذا. فهمنا؟ يبقى انا حطيت العمود اهو على طول دايركت. لو انا قست بقى اتاكد من كلامي هتلاقي من هنا كده من النقطه دي، النقطه دي كام؟ 6%. طب من هنا 6%، يبقى انا كده نزلت الاعمده بتاعتي بشكل سريع ودقيق تمام، وكسبت وقت عندي كويس قوي. يبقى انا شفت الراجل بس محتاج عندي كام عمود وابعاد العمدان، برسمها واعمل اوفست وابتدي اشتغل على النقاط بتاعتي. طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس افرض دلوقتي عندك عمود نفس المساحه دي بس في النص اهو يا سيدي، اهو شايفين؟ اهو ده في النص كده، اعمل ايه بالظبط؟ بسيطه جدا يا هندسه، نفس الموضوع، هاخد العمود ده كده اهو بس واقول له كوبي برضو، انا باخده كوبي عشان احتفظ بالاصل، واجي من الميد بوينت اللي جوه بتاعت الاكسات اهي واخده واسقطه فين؟ فين الخط اللي في النص؟ اهو ادي كده بالظبط على الايه؟ على النقاط دي كده اهي كده خلاص تمام؟ وهكذا ابتدي بقى ايه؟ اعمل ميرورد واشتغل، هتبقى الدنيا معاك زي الفل. فانا كده بالنسبه لي ظبطت الاكسات بتاعتي على طول بدل ما اقعد اعمل خطوط واوجع قلبي، لا اوفست على طول وابتدي اشتغل على النقاط اللي جوه باي مركز بقى عايز تجيب بقى، من الكورنر ده، من هنا، من الميد بوينت، من الكورنر ده او ده، عندك جميع نقاط السناب اوبجكت اللي احنا قلنا عليها فاكرينها المحاضره اللي فاتت، قلنا كلها تكون شغاله. فانا بشغل كل السناب اوبجكت تمام، بقول له كده سناب اوبجكت اهي واقول له كله ايه؟ سيلكتد اول تمام. خلاص بعض الناس يقول لك طب شغال لي مش عارف ايه، لا ما احنا خلاص احنا المفروض دلوقتي الناس بتبقى بروفيشنال، فمحتاج كل التولز تبقى تحت ايدك تشتغل بيها زي ما انت عايز. اوكي فابتدي اخد الاعمده زي ما هو الراجل عاملها كده، ابتدي ارص الاعمده ماشي. احنا واحنا بنعمل ده نقول لك ايه؟ هات لي كده فيو خلاص، واقول لك هات لي كده فيرتيكال واقفل كده بتاعت كده، اقول لك هات فيرتيكالي كده واحط الاثنين جنب بعض عشان ابقى شايف انا شغال ازاي. طب تعال شوف الاكسات بتاعتنا، في كولومز هنا وفي الثاني فين؟ قبل ده بواحد اعتقد، العمود ده هنا مش بعيد كده قوي، وفي اكسات هنا مختلفه تقريبا اكتر من احنا كنا بنقول يعني، دي 1 2 3 اي ثينك ان هو هنا في الرابع ده ماشي خلاص. اوكي يبقى كده ايه ده الاكسات بتاعتنا اللي هو ده، ده العمود ده كده هيترحل اخده موف تمام. اوكي من الاكسات برضو شغلي كله بداتي على الاكسات فقط لا غير، اللي هنا اهو ادي الايه الاعمده بتاعتنا دي 1 2 3 خلاص، وزيهم الناحيه الثانيه، فانا ممكن احط دول بعدين اخد ميرورد الناحيه الثانيه نفس العمود برضو هنا اهو ماشي، ده هو ده اعتقد هينزل. المهم يعني نوزع الاعمده بتاعتنا ممكن عشان بس ايه، اعتقد كده الدنيا واضحه بالنسبه لكم. في حد عنده مشكله في توزيع الاعمده دي؟ حد عنده مشكله يا جماعه؟ طيب يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ اقوم واخد كل الاعمده من هنا على طول كابي مره واحده ومنزلها الناحيه الثانيه عندي على طول عشان ايه؟ خلاص كده اعتقد الدنيا وضحت. فانا اخد كده واعمل سيلكت سيميلر، كليك يمين سيلكت سيميلر واقول له بعد اذنك اعمل لي ايزوليت، هاتهم لي هم فقط الايه؟ الكولومز دي تمام؟ او ممكن حتى ايه؟ اخدهم مع الاكسات عشان تبقى الدنيا اوضح شويه، اخد برضه ايه الكولوم ها مع الاكس، اي اكس من دول سيلكت سيميلر اوكي، واعمل لك ليهم ايزوليت خلاص، واخدهم كلهم ايه كوبي وبيست على طول مره واحده. يبقى انا ايه هاخدهم احطهم هنا اشتغل. باشمهندس محمود خليفه وبعدين الاعمده هيكون اسهل في رسم الاعمده. بص يا باشمهندس محمود تصميميا كلامك صح، يعني انا وانا بصمم زي ما انا كنت لسه بتكلم من شويه السكتش، انا كنت بقعد احط الحيطان الاول بعدين اسقط على الاعمده، فده صح في التصميم اوكي. تنفيذيا ببدا بالعكس، ببدا بالاعمده الاول وبعدين اخش بالحيطان. تبتدي باشمهندس محمود اوكي، يعني هو في طريقتين عندي تصميم، لا انا ببدا بحيطان وبعدين احط عليها، ابدل البلان المعماري بتاعي للمهندس الانشائي يبتدي يزرع عليها الاعمده او يحط عليها الايه الاعمده بتاعته، ده تصميميا. تنفيذيا لا ببدا بالقواعد تمام، بالفوتنج، وببدا ب اللي هي الفاونديشن بيمز، وببدا او السيميلات، وبعدين ببدا بالاعمده واطلع بالاساسات بتاعتي كلها، وبعدين احط الحوائط في الاخر اوكي. طيب انا يهمني ايه كانتيريور ديزاين؟ خد بالك من النقطه دي، انا بتكلم دلوقتي كانتيريور، لا انا ليا دعوه بالتصميم ولا ليا دعوه بالتنفيذ، انا بتكلم دلوقتي كانتيريور ديزاين. انتيريور ديزاين انا دلوقتي لما اشتغل انا محتاج الحوائط لوحدها خلاص اوكي، ومحتاج الاعمده لوحدها تمام اوكي، محتاج دي لوحدها ودي لوحدها. ممكن هتقول لي طب يا باشمهندس يعني ليه دي لوحدها ودي لوحدها؟ عشان لك لما اجي اطلع بيها اكسترود ما يبقاش في عندي اوفر لابنج داخل مع بعض واعرف احط ماتيريال كويس تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا جيت حطيت حيطه كده الاول، هديك مثال كده يا باشمهندس عشان تتابعني انا اقصد ايه. هاخد كده حيطه وهبدا مثلا، بص هحط الحيطان كده الاول بتاعتي، مثلا هبدا من هنا حيطه كده اهو، ده الداير بتاعي اهو عفوا، وما لو صغير لي كده نظبط بس السكيل بتاعي على 12 سم، وابدا مثلا حيطه اهو كده
ماشي اهو، وابدا كده عدل اهو لحد الاكسس، وبعدين امشي كده لحد الاخر ماشي تمام معايا كده يا باشمهندس، وابتدي انزل كده اشتغل على طول. اوكي تمام، انا كده رسمت الحيطان اول بعدين حطيت الاعمده. لو انت بصيت كده هنا يا باشمهندس هتلاقي في اوفرلاب هنا صعب قوي، يعني هنا اصلا مش لوجيك ومش واقعي ان الحيطه تبقى ماشيه جوه العمود، ده مش الواقع خالص، وده مش اللي بيحصل في الواقع تمام. اوكي ليه؟ لان الحيطه ما بتبقاش اوريدي ماشيه جوه العمود، لا هو بتبقى الحيطه من العمود للعمود. اوكي، فانا عن نفسي افضل ان انا احط الاعمده الاول ماشي، كاني بنفذ باخد كاني طريقه، يعني باخد في الانتيريور ديزاين طريقه التنفيذ، ان انا بحط الاكسات والاعمده وبعدين احط الحيطان. ليه؟ لما اجي احط بقى حيطاني مثلا هنا ما بين العمود ده والعمود ده مثلا على سبيل المثال اهو، فبقول لك مثلا حط لي حيطه من اول هنا اول العمود لحد ايه؟ ها اخر العمود او اول العمود ده، يبقى كده الدنيا عندي مظبوطه، يبقى عندي الحيطه منفصله ها عن العمود. فهمتني يا هندسه؟ خلاص؟ طيب نقطة تانية برضو بتفرق معايا، طب افرض الحيطة دي مثلا السور بتاع التيرس مثلا أو الترابزين تمام؟ فكده تاخد ارتفاع غير الأعمدة، فلازم يبقى في فصل بين الحيطة وبين العمود. فهمتني يا باشمهندس محمود؟ هندسة معايا؟ أوكي أنا بكلمك من واقع شغل عشان بعد كده يعني ده إحنا مرتبطين بالإنتيريور فهناخد نشتغل في الماكس، فأنا بوصف لك الماكس عايز إيه؟ الماكس عايز ايه عشان تبقى تخش هناك الدنيا معاك سهله وسلسه تشتغل على طول. اوكي؟ باشمهندس محمود ممكن بس هيبقى وقت ومجهود صعب. فاهمني؟ يعني عشان اقعد اعمل ترمات للقصه دي كلها موضوع كبير جدا. ثانيا انا بحب اشتغل، ما انا بقول لك لا بص هتبقى بالنسبه لنا صعبه، يعني مثلا دلوقتي انا شغال اهو كده، لو انا خدت دول تمام؟ ورحت اعمل ترم كده اوكي؟ هتيجي تقطع ها هتقطع ايه؟ الحته مش هتقطع معاك. فاهمني؟ خلاص؟ فهمتني باشمهندس محمود؟ الحته مش هتقطع معاك، هتقطع معاك العمود. ليه؟ لان انا عايز اشتغل بحاجه اسمها مالتي لاين. تمام؟ المالتي لاين ما بيعملش ترم يا باشمهندس محمود. فهمتني باشمهندس محمود؟ المالتي لاين ما بيعملش ترم. اوكي؟ دي نقطه. النقطه الثانيه خد بالك برضو، انا برضو كشغلي برضو في حصر الكميات. يعني انا يهمني في حصر الكميات كل حاجه تكون لوحدها، يعني انا بفضل اشتغل بالطريقه دي مش كمان عشان الاظهار، لا عشان حصر الكميات. عايز قد ايه حطام؟ عايز قد ايه خرسانات؟ فاهمني؟ لو بكعب او بربع تمام؟ فلا يهمني كل حاجه منفصله، فانت هنا حتى لو انا جيت عملت هنا ترم، يعني هقول لك اهو سيدي مثلا ده كده ايه؟ اهو دي الحيطه مثلا، عملت له مثلا سي اكسبلود اهو. لما اجي اعمل هنا ترم تي ار وامسح دي وامسح دي خلاص؟ عندك هنا اوفرلاب، عندك هنا في اوفرلاب وهنا اوفرلاب، يعني هنا انت لو بصيت للحيطه دي كده في اوفرلاب على العمود، وهنا في اوفرلاب على العمود، وفي خطوات كتير قوي في التعديل بتهدر وقت ومجهود. فهمتني يا باشمهندس محمود؟ يعني بص انت عملت ترم هنا وعملت شغل، هتلاقي بص في اوفرلاب، هتلاقي الموضوع مش ظريف، وهتاخد خطوات اكتر ووقت اطول، تمام؟ بس هي دي ده اتمنى اكون الدنيا وضحت بالنسبه لك وفهمت قصدي ايه وانا عاوز اوصل لك ايه. طيب النقطه الثانيه، برافو عليك يا باشمهندس امام، مش باشمهندس ايمان ما شاء الله برافو عليكي. لا فاكره والله فاكره، لا لسه هنتكلم على المالتي لاين باشمهندس ايمان، لسه ما ظبطناهوش، هقول لك دلوقتي هنتكلم فيها. حاضر عينيا تمام، هو هنا لسه ما ظبطتوش، فهنا هتلاقيه مفتوح اهو. انا فاهم، فهمت قصدك، برافو عليكي. تمام كده يا باشمهندسين، فانا كده عملت ايه؟ خدت الايه؟ الله يعزك يا رب، ده شرف ليا والله يا باشمهندس ايمان، ده شرف ليا. فانا خدت كده الاكسات بتاعتي اهي زي ما انت شايف كده حضرتك، خلاص انا هاخدها كلها جاهزه عشان اريح دماغي تمام، واشتغل عليها في المشروع الثاني. فانا هاخد كده كل الكولومز ماشي خلاص بالحوائط تمام بالاكسات، يلا مره واحده كده عشان نبقى واخدينها شروه واحده زي بيقولوا يعني، مع التفاصيل دي كلها. اوكي هاخدهم كده كلهم سيلكت سيميلر، وخد بالك من الخطوه اللي انا هعملها دي كويس قوي، واخدهم كده ايه خلاص دي التفاصيل بتاعتي. اوكي هاخد كل دول كده كوبي تمام، كنترول كوبي، انا عايز انقلهم فين؟ عايز انقلهم هنا صح، انا عايز انقلهم عندي هنا. فعشان انقل من بروجكت لبروجكت بعمل ايه؟ ها تمام، ما اقدرش اقول بقى هنا امر الكوبي بتاعي هنا، لا بقول له كنترول سي بتاعت الويندوز، واروح هنا اقول له كنترول في تمام، كنترول في هتنزل معايا هنا كده اهي خلاص. اوكي عشان ادخل من مشروع لمشروع بعمل كنترول سي تمام، وعشان انزل بقى كنترول في بكنترول سي وكنترول في تمام. الله ينور عليكم، تمام زي الفل. ادي دخلتهم هنا كده، في حتتين جايين ناقصين هنا مش مشكله، ممكن نجيبهم هنا تاني اهم، نجيبهم الحتتين النازلين دول ما عندناش مشكله فيهم. ان ذا ايزوليت اللي هم التوصيلات الصغيره
اللي هم دول. ماشي، دي بسيطه يعني، ما فيهاش حاجه، ناخدهم كده ايه عندنا كوبي برضو بيست، كنترول دي كنترول سي، هينزلوا معانا ما فيش ادنى مشاكل فيهم خالص. ده طبعا توفير للايه للوقت، لان طبعا احنا كنا محتاجين نعمل ريفيجن على اللي فات، فسامحوني بقى النهارده ايه احنا زودنا الدنيا شويه، بس عشان حبايبنا اللي لسه اول مره يحضروا معانا ليهم برضو حق علينا ان احنا ايه نفهمهم اللي فات يعني. اوكي طيب، طيب هنا كده خلاص احنا كده نزلنا الاكسل بتاعتنا، في حوائط هنا ممكن ما احتاجهاش فممكن ايه ادلتها، سيلكت سيميلر برضو واقوله ديليت. تمام ماشي كده يا باشمهندسين. فانا كده عملت عندي الارضيه اهي زي ما انت شايف، وحطيت الايه الاعمده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين، طبقا لايه للرسم او اللوحه اللي قدامي اللي انا بشتغل عليها دي. حد عنده مشكله كده حتى الان؟ حد عنده مشكله كده حتى الان يا باشمهندسين اللي عملته؟ اوكي الدنيا واضحه؟ الدنيا واضحه كده مع الكل؟ باشمهندسين تمام؟ اوكي الله يبارك لكم، تمام حلو قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي للنقطه بقى المهمه قوي بتاعتنا احنا بقى، يعني احنا كده عايزين نتكلم في الحته الايه؟ الجزء بقى الحساس بتاعنا احنا بقى، جزء بقى بيقول عليه بتاع الانتيريور بقى بتاع يعني عارف انت الايه؟ بيم لاين، مين بيم لاين؟ حد تبعنا يعني ولا ايه؟ حد تبعنا في الجروب ولا ده حد من بره البيم لاين؟ ها؟ ولا ده اسم مستعار؟ طيب عايزين بقى نتكلم في بتاعتنا انت جوست ماشي مش حبيبي باشمهندس محمد ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك لك. طيب تعالى بقى ايه للجزء بتاعنا بتاع الحوائط. باشمهندس احمد حسام، طب مش تقول لي باشمهندس احمد ما انا بقول برضه، ما انا بقول لك حد من الطاقم من التيم بتاعنا ولا حد من بره؟ تمام باشمهندس محمد احمد ده انت تشرفنا والله. تمام ماشي الله يخليك، يسعدني والله وجودك معايا طبعا اكيد يعني. انا هاخد بس الجزء اللي فاضل عندي ده كده وانزله عندي برضو ايه موف عشان ابقى قفلت الجزء بتاعي. نازل هنا ده الجزء اهو ده كده عشان نكمل الجزء دي. طيب انا كده خلصت ايه الاكسات بتاعتي، وخد بالك مهم قوي انك كل حاجه تحطها في اللاير بتاع، الموضوع ده مهم جدا، كل حاجه تكون في اللايرز بتاعتها يا باشمهندسين، الموضوع ده هام جدا، لازم اتاكد ان كل اللايرز عندي كده شغاله وكل حاجه موجوده في اللاير، الموضوع ده هيفرق معايا. خد بالك انا كل خطوه بعملها هحتاجها وانا رايح الماكس يا جماعه، انا كل نقطه بقولها الكلام ده انا بنقل لك بفضل الله سبحانه وتعالى خبره سنين في الشغل، فانا الحاجه اللي بعملها دلوقتي انا محتاجها بعدين، مش ان انا بتأنى وبدقق وبدخم وبصعب الامور، لا هي الفكره كلها ان كل بند من دول انا بعمله وبدقق فيه انا هحتاجه بعدين. اوكي فلازم كل حاجه تكون في اللايرز بتاعتها، وبتاكد ان عندي لايرات يعني كده ممكن اقول لك ايه ادي الكولومز بقفلها، الكولومز تمام اوكي، الاكسات اوكي تمام كلها شغاله تمام، الاكسس تاج اوكي خلاص كله شغال معايا زي الفل، خلاص كده بقى الحمد لله الدنيا عندي ايه تمام، انا كده ماشي مظبوط. اوكي طيب الحمد لله. طيب كده احنا ايه جاهزين وشغلنا زي الفل، ممكن اخد بحته الارض دي ده اللي هو المحيط بتاعي كله تمام، واعمل له كده ايه كوبي واخده من الكورنر كده لكورنر هناك زي ما احنا كنا عاملينه المره اللي فاتت عشان يبقى ده محيط الارض بتاعي برده بايه الدنيا واضحه عندي. تمام كده يا باشمهندسين، يبقى دي الجزئيه بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها بالظبط. لحد كده احنا كل ده بنفرش للارضيه بتاعتنا وبنراجع على الكاد وبنعرف ازاي بنرسم، عشان لو حد فينا شغال في رسم الهندسي او شغال كرسام هندسي فاحنا كده بنوريه الشغل بتاعنا عامل ازاي وبنريفيجن على المواضيع بتاعتنا. النقطة بقى الأهم والأخطر واللي إحنا عايزينها بقى تمام، الحيطان يا باشمهندسين ده شغلنا، الوول بتاعتنا أو الحوائط بتاعتنا هنشتغل عليها إزاي. خلاص الوول بقى في بعض الناس بيحب يرسموا خطوط، يعني ممكن يقول لك إيه مثلا سي أنا عندي هنا ده التو بلانز بجنب بعض كده أحطهم هنا الاثنين كده فيو أقول لك فيرتيكالي أهو تمام، هنا في حيطة ممكن أقوم واخد بقى إيه حاجة بص كده نقفل بس كده الدايمنشن والكلام ده كله، عندي الحوائط بتاعتي زي ما أنت شايف كده، الحيطان بقى بتاعتي اللي أنا بتكلم فيها يا باشمهندسين. اوكي الحيطان بتاعتي اللي انا شغال فيها دي عايز احط الحوائط بتاعتي، هم انا عاملين كده ماشي اخد كل ده كده مع ده سيلكت سيميلر برده واعمل له كده ايزوليت عشان ما ايه ما يتعبليش، فعندي الحيطان بتاعتي. فتعالى هنا كده واحد ايه قال لك في حيطه من العمود ده للعمود ده اللي هم العمودين دول شايفهم، ادي حيطه من هنا لهنا. طبعا الطبيعي جدا واحد يقول لي اعمل لي بقى لاين يا باشمهندس كده من هنا لهنا تمام خلاص، وبعدين اعمل لي اوفست عارفين بقى شغل الايه معلش يعني ابتدائي ده خلاص على بقى ايه كام يا باشمهندس اقول لك مثلا ايه سوري عفوا 12 انتر لتحت وابتدي اشتغل بقى كل الكلام ده. الكلام ده كله يا جماعه بصراحه مرفوض.
تمام، مش انا اللي رافضه يعني كده، لا انا مرفوض عمليا. تمام، الموضوع صعب جدا 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 بالنسبه لنا. طب اعمل ايه؟ عندي امر جميل جدا لذيذ قوي بيشتغل معايا، هو امر المالتي لاين. اوكي، امر لذيذ قوي والدنيا بسيطه وزي الفل، بيريح معايا القصه دي كلها. اوكي، بشتغل بيه. تعال بقى شيل بقى كل اللي انت عملته ده كده بعد اذنك، خلاص اللي انت عندك بقى، نعمل لاين، نرسم لاين، نعمل اوفست والكلام ده كله. لا، انا باجي كده على جنب بقول لك عايز اعمل حاجه اسمها مالتي لاين. تمام، مالتي لاين ام ال الاختصار بتاعه، ام ال زي باشمهندس محمد كده بيقول بالظبط، بقول لك سبيس. فالراجل بيقول لك هنا الجستيفيكيشن بتاعتك، بص كده تحت على الكرنت، الكرنت سيتنج بيقول لك هنا التوب الجستيفيكيشن توب، والسكيل واحد، واحد ده لو واحد متر، واحد يونت يعني، والستايل ستاندرد. طيب انا الجستيفيكيشن بتاعي تمام المحاذاه، المالتي لاين بيمشي على الاكس. خلاص، المالتي لاين بيمشي على ايه؟ على الاكس. خلاص، ليه ثلاث حالات ماشي. لو عملت لك مالتي لاين كده ودخلت على جاستيفاي، فقال لك بص يا سيدي، في التوب وفي الزيرو وفي البوتوم، احنا شغالين على ايه؟ مش احنا قلنا الخط الاكس بالنسبه لي هو خط الزيرو او خط السنتر؟ تمام، يبقى انا لازم اشتغل على ايه؟ على الزيرو. طب التوب والبوتوم ده هنعرفه امتى؟ هقول لك عليه بعدين، يعني هنحتاج برضو التوب والبوتوم في الشغل بتاعنا برضو. انا دلوقتي شغال زيرو لان عندي اكسات، اقول لك انا شغال زيرو. طيب النقطه الثانيه السكيل، اهي تحت بقول لك سكيل. السكيل بتاع حضرتك اللي هي سمك الحيطه، السكيل ده مقصود بيه سمك الحيطه، قد ايه يا باشمهندس؟ والله قلت له ده 12 سم، بوينت 12، انتر. تقدر ترسم بقى يا باشا كده بهدوء خالص من الاكس، من وش العمود لوش العمود، اتفضل شكرا خلصت. يبقى دي الحيطه بتاعت حضرتك اهي موجوده. حد عنده مشكله في اللي عملته ده؟ ها؟ حد عنده مشكله في اللي عملته؟ انا بعمل لوك بس الاكسات الايه؟ بتاعتي كده عشان ايه؟ اهي. حد عنده مشكله في اللي عملته؟ تعالى تاني اهو، انا عايز مثلا سي الحيطه دي تمام؟ فاقول لك مالتي لاين، خلاص انا ظبطتها مره واحده خلاص. ببدا من وش العمود لوش العمود اهو، اوكي؟ تمام؟ وابتدي اشتغل كده. ماشي يا باشمهندس محمد. اوكي. تمام كده يا باشمهندسين؟ واضحة النقطة دي ولا حد عنده مشكلة؟ باشمهندسين اللي معانا حاضرين، في مشكلة؟ باشمهندسين الأعزاء، الدنيا تمام؟ اوكي؟ فأنا كده بتكلم في المالتي لاين عندي، فده كده الحوائط بتاعتي اللي أنا حاططها. بس أنا عندي تريكة صغيرة قوي، في مشكلة. في مشكلة. إيه المشكلة دي؟ المشكله دي ان انا عندي المالتي لاين ده، لو انا رسمته على جنب كده، ركز كده، هرسم مالتي لاين وهرسم كده، ادي حيطه تمام. الحيطه دي لو جيت اطلع بيها 3 دي زفت، مش هتنفع تمام. يعني لو جيت اطلع بدي كده 3 دي مش هينفع. ليه؟ شرط ال 3 دي ان انت لازم سعادتك ده يكون مغلق، لازم يكون شكل مغلق عشان يطلع سوليد. عشان يطلع ايه؟ سوليد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بص كده، اي عفوا معلش، عفوا المايك وقع. لو انا طلعت بكده، لو انا جيت لك مثلا كده يا باشمهندس قلت لك والله تعالى كده واحول هنا كده 3 دي، بص خد بالك بقى، انت بص الكاد دلوقتي اتحول معاك 3 دي ماشي، في لعبه كده واحنا قاعدين اهو ماشي، واقول لك مثلا اعمل لي ده مثلا ايه، اكسترود الامر بتاعنا الجميل، واطلع بالاخ لاين صح، وانا اعبرك مش هشتغل صح تمام. طب لو انا رسمت لاين عادي كده يا باشمهندس وعملت الاوفست مثلا اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، اوفست على ال 12 اهو خلاص، وخدت الاثنين دول يا باشمهندس وكده خدهم برضو اكسترود الامر بتاعنا اللي هنتكلم فيه في الكا في البتاع، بص عمل ازاي معاك؟ اوبا ده طلع تمام. طب ما تيجي كده نبص عليه في الفيجواليز بتاعه لما دخلنا مثلا على الايه الشيدد تمام. هل ده، ودي على فكره مشكله بتقابل ناس كتير جدا، هل ده كده حيطه مصمطه؟ ايه رايك؟ انا بوريها لك اهي عملي في 3 دي كاد قبل ما نقع فيها في 3 دي ماكس، فاهمين؟ يعني شوف انا بقول لك، عشان كده قلت لك كل نقطه هنا انا بعملها عايز محتاجها قدام، فعايزك بعد نمشي بعد اذنكم امشوا معايا خطوه خطوه، لان كل نقطه هنا هعملها هحتاجها قدام. فانا لو عملت المالتي لاين بالشكل ده او عملت لاين بالسيستم ده، بص طلع ايه؟ زي الورقه كده سيبريتد، منفصله تمام، منفصله، فكده مش حيطه تمام، كده مش حيطه، ما اقدرش اقطع افتح شباك ولا اقدر اعمل فيه اي فراغات او اي تشكيل في الحيطه، او لو عايز اعمل ديكور في الحائط مش هعرف، لان هو اصلا ما فيش حيطه تمام. هو مفيش حيطه اهو، بص مفيش، اهم وريها لك ايه عملي قدام عينيك اهي، مفيش حيطه اوكي. فالكلام ده مش هينفع، ده الكلام ده ما اكلناش عيش، انا الكلام ده ما اكلش عيش بصراحه خلاص. فلازم اشوف حل للمالتي لاين والجزئيه بتاعت باشمهندسين معايا تمام اوكي ماشي. لازم اشوف مشكله، لازم اشوف حل المشكله دي، مش هينفع كده الكلام ده كده ضايع مش تمام ماشي. عشان ما تجيش تلبس انت في الماكس، هتخش في الماكس هناك هنقلتم على وشنا، هتبقى الموضوع صعب جدا 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 جدا، وهنعاني معاناه. وبشوف ناس بتتكلم في
يقول لك اصل الحيطه طالعه فاضيه، اصل مش عارف ايه، لان دي المشاكل اللي بتبدا من، بص بتبدا من الكاد، يعني بدا من الكاد. اوكي طيب اعمل ايه بقى يا باشمهندس؟ اقول لك بسيط، ارجع بس كنترول زد كان ما عملش اي حاجه خالص، وركز معايا كويس قوي، عايز احل المشكله دي. الحيطه دي او الخط ده المالتي لاين ده عشان يطلع تمام، معلش ايه عفوا هرجع معلش تاني كده اجيبها كده تاني، لا مش هديك ماشي خلاص هي زعل، هرجع كده معلش 3 دي كده تاني بسرعه، وهرسم لك الايه نفس الحيطه دي كده بس هعملها لك مثلا ريكتانجل، واخد بالك انت اهي كده ماشي، واطلع بالحيطه دي برده الاكسترود بتاعك اهو، واعمل لك الفيجوالايز بتاعها، اقول لك مثلا شيدد ولا حاجه كده. بص هنا بقى طالعه عامله ازاي، هنا بقى حيطه اهي تقطع بقى وتكسر وتفتح فتحات زي ما انت عايز، وتشكل في الحيطه زي ما انت عايز، واقدر اطلع بيها 2 ايه ابعاد، اعدل الابعاد كده الحيطه والدنيا زي ده على كده، ده 3 دي كده واقدر اتحكم كده ماشي. واحد بعض الناس يقول لك ايه ده الدنيا، بص على طول وانا شغال، لا رحت بقى فتحت حاجه ثانيه ولا عملت لا جوه الكاد، يعني جوه الكاد انا شغال جوه ده 2 دي و3 دي في نفس الوقت، فده من ضمن الميزات برضه في البرنامج يعني. خلاص هو طلع 3 دي، واقدر اقطع واشكل واعمل اللي نفسي فيه كله، يعني انا ممكن اجي اقوم جاي كده اعمل لك عليه سيركل مثلا سيف هنا اهو كده ماشي، واعمل لك مثلا سي اوكي، واقوم واخد الجزء ده كده الله حلو جدا، يلا يا عم اهو عايز ايه تاني تمام، خلاص محتاج سعادتك ايه تاني تعمله اوكي. فاصبح هنا عندي اهو زي ما انت شايف انا شغال هنا سوليد اهو، فتحت الايه الفتحات بتاعتي او اي شكل يعجبك بقى، نرسم الشكل اللي يعجبك واشتغل عليه زي الفل. اذا فانا كده ارجع للقصه دي كلها ان انا محتاج شكل مغلق، يعني لما اجي اشتغل عشان اطلع حيطه انا مش محتاج الخطين، انا محتاج الخطين اه بس يكونوا ايه مغلقين زي ما انت شايف، ده المقصود بالاغلاق شايف جزء واحد اوكي، يبقى لازم دول يتقفلوا ولازم دول يتقفلوا من هنا ومن هنا. طب يا باشمهندس اعمل ايه؟ والله عندي يعني كده حاجه بقى المالتي لاين، شغال دلوقتي مالتي لاين صح، انا دلوقتي شغال ايه مالتي لاين، فعندي هنا في حاجه اسمها مالتي لاين ام ال اديت، ركزوا معايا قوي في النقاط دي، ام ال ايه ستايل سوري عفوا ام ال ستايل، بظبط الستايل بتاعه اوكي، واجي على المالتي لاين هقول له ها انا شغال بيه الاول، ماشي لازم امسحه كله الاول سيلكت سيميلر تمام عشان اظبط الستايل بتاعه اوكي، مسحت كله واقول لك ايه ام ال ستايل تاني تمام اوكي عشان اشتغل موديفاي. خلاص هو الشكل بتاعه هو شايفه، هقول له كده موديفاي خلاص، واجي هنا في الاخر اقول له بعد اذن حضرتك الكابس بتاعته خلاص اقفله لي بلاين من البدايه، هبعتها له كده بص خد بالك كده كويس قوي هنا، لما اقول لك اقفله من الستارت بلاين شايف ومن الاند بلاين، شكرا كده انت خلصت. تخيل بقى الموضوع ايه، يبقى من الستايل تاني تاني كده بالراحه اهو، هقول لك اعمل لي ايه ها خلاص، هقول لك ام ال ستايل اظبط لي الستايل بتاعه لو سمحت، واعمل لي موديفاي للستايل هو الستاندرد، مش لازم اعمل ستايل جديد زي ما قلنا ونتعب نفسنا، لا خليك في الموجود واشتغل، اقول لك مثلا اعمل لي موديفاي خلاص، وهنا بس اقول له بس بعد اذنك يقفلوا لي بلاين من الاول ولاين من الاخر، شكرا اهو وقفل من هنا لاين. خد بالك الامر ده قوي جدا جدا جدا، من اقوى الاوامر في الشغل بتاعنا وفي الاوتوكاد عامه خلاص، امر المالتي لاين امر من الاوامر القويه جدا وشغله فوق ما تتخيل، بنعمل بيه سكاشن وقطاعات خيال تمام ماشي، فاحنا بس بنركز على اللي احنا عايزينه فقط، اقول له اوكي واقول له هنا ايه اوكي تمام. لما اجي ارسم بقى مالتي لاين كده بالابعاد دي اتفضل كده اهو، ايه رايك؟ يبقى انا كده حليت المشكله، يبقى انا رسمت المالتي لاين خلاص واصبح عندي مقفول كده، لما اطلع ب 3 دي الدنيا معايا شغاله زي الفل، ما عنديش اي مشاكل خالص، واقدر اشتغل بيه في الماكس وفي في الكاد وفي الريفت وفي اي برنامج، وانا حاطط رجل على رجل وقاعد كده ايه رايق وما عنديش ادنى مشكله في اي حاجه. حد عنده مشكله في اللي انا قلته؟ طيب تعالى بقى احنا كده حلينا المشكله بتاعتنا الدنيا زي الفل، تعالى بقى نبتدي نرسم خلاص احنا ظبطنا الدنيا، فاحنا قلنا كده تاني هو مالتي لاين ام ال ستايل اهو اوكي. باشمهندس محمد بيقول ريفت لا ده معانا باشمهندس عمر سليم ما شاء الله، يعني ده استاذ الريفت يعني استاذ البيم، يعني احنا هنتكلم على نعمل كورس ريفت وباشمهندس عمر موجود، يعني ينفع ينفع قصدي باشمهندس عمر يزعل مننا ولا ايه؟ نيجي نخش بعد كده زي ما قلنا تاني اهو النقطه بتاعتنا الستايل عشان بس الدنيا ما تتلخبطش، ام ال ستايل اهو اوكي، ونبدا هنا بالموديفاي نقول له اعمل لي هنا موديفاي خلاص، واقفل هنا بس بلايند بالستارت والاند فقط لا غير، يبقى انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي اهو خلاص، الشكل بقى كده مقفول والدنيا زي الفل عندنا. اجي بقى بمنتهى البساطه اقول لك ام ال مالتي لاين ستايل واشوف الراجل عايز ايه، ابتدي بقى من هنا لحد هنا اهو، اقفل بقى ايه الحوائط بتاعتي طبقا للايه للتصميم اللي هو حاطه او للشغل اللي هو عامله اهو كده، اقفل كده بالظبط تمام زي الفل اهو تمام اوكي اهو كده تمام ماشي، حيطه حيطه زي ما الراجل عامل واحنا ماشيين معاه كده ايه. طبعا انت شغال بالسبيس الدنيا معاك زي الفل ما تقلقش من اي حاجه خالص اوكي. طيب عايز اشوف بقى الحوائط الجانبيه الداخليه، لازم افتح الاثنين جنب بعض كده، ابتدي احط الايه الحوائط بتاعتي يا باشمهندسين.
ابص كده على الحوائط. طبعا بفضل ان انا اعمل لوك للاكسس في اللايرز عشان سوري عفوا انا قفلتها خالص عفوا معلش. في حد لسه بيفكر يدخل معانا دلوقتي؟ طبعا اهلا بالجميع، انا يعني انا تحت امركم في اي حاجه يعني، الموضوع مش كده بس الفكره ليه يهمني طبعا الاستفاده للجميع. هو فين المشروع بتاعنا؟ احنا قفلناه خالص ولا ايه؟ احنا تقريبا قفلنا خالص يعني اند ايزوليت. كده اوكي ماشي. فانا والله بس عايز الحيطان بس وليه والاكسات والاعمده فقط لا غير كده عشان تبقى الدنيا واضحه معايا ماشي، عشان بس هم دول اللي انا محتاجهم. ولا سيلكت سيميلر وهات لي كل الايه الحوائط كله. تمام تمام في حاجه ناقصه؟ ده كمان برضو سيلكت سيميلر عشان اجيب كل الحوائط بتاعتي ويبقى البلان عندي كله ايه مظبوط. اوكي سيلكت سيميلر برضو عشان يبقى البلان عندي ايه زي الفل، والبيبان برضو يلا ها كل حاجه ايه خلاص كده تمام. واعمل كده ايه ايزوليت للجزئيه دي كلها كده. طيب حلو قوي، تعالى بقى الحوائط بتاعتك ادي الحيطه كلها من الاول للاخر ماشي جميل جدا. هقول لك برضه هنا هنا بقى ايه مالتي لاين، ابدا من هنا كده الحيطه لحد الاخر هنا كده اللي هي قبل اخر اكس اللي هو لحد الايه العمود ده خلاص اهو ماشي تمام. طبعا انا وقفت هنا لان الحيطه دي هو هنا عاملها هنا 25 ها، يعني هنا الحيطه دي هو عاملها هنا كام؟ 25. هنشوفها بعد كده في البلان. المهم بعد كده بدا يقسم التقسيمات بتاعته الداخليه زي ما انتم شايفين كده، نبتدي نقسمها كده واحده واحده. الناحيه الثانيه برده كده نبتدي نقسم. بعد ايه مجرد احنا ايه بنشف دلوقتي، احنا ما بنعملش حاجه غير ان احنا ايه بنشف فقط. نفس الشاشه كده ازاي؟ باشمهندس احمد بيسالني ازاي فتحت المشروعين. بص يا باشمهندس احمد، انا باجي هنا فوق في الريبون على فيو، شايف فيو دي؟ فيو اللي فوق دي كده، باجي هنا في جزئيه الانترفيس اهي تمام ماشي، وابتدي اقول له اعملهم لي فيرتيكال ايه تايل فيرتيكالي. طبعا هوريزونتالي طبعا خلينا نفضل الموضوع سخيف جدا، فانا بشتغل على فيرتيكالي بيبقوا الاثنين ايه جنب بعض كده زي ما انت شايف اهو من تايل فيرتيكالي. اوكي باشمهندس احمد اوكي هندسه ماشي. طيب تعالى بقى نقفل الحيطان بتاعتنا المبنى بتاعنا كله اهو، نشوف كده ايه الدنيا بتاعت برده هنا. واخد الحيطه برده لحد الاخر زي الثانيه بالظبط. هنقول لك برده هنا او ممكن اعمل، خد بالك هي شقه ميرور يعني ممكن اعمل نص ونص تاني يبقى ميرور، ما عنديش مشكله خالص، الموضوع بالنسبه لنا بسيط باذن الله تمام. بقول لك عندي كده مالتي لاين، في حد برضه معانا نقف هنا كده مالتي لاين وابتدي اقفل بقى الحيطه بتاعتي. هبدا من العمود ده كده اهو من هنا كده انزل بيه على طول ماشي. طبعا هو ده قافل لحد هنا، ده باب الاوضه. خد بالك انا بقفل كله ماليش دعوه يعني، انا واحد يقول لي طب بس في فتحه باب هنا، مش وقته دلوقتي خالص، انا ما عنديش مشكله فتحه الباب دلوقتي خلاص. انا كل المشكله اللي عندي دلوقتي ان انا اقفل ايه الحيطان بتاعتي كلها. طب هنعملها ازاي؟ هقول لك بعد شويه واحنا شغالين باذن الله هنتعامل معاها ازاي. في عندي في عندي حوائط، طيب في عندي حيطه هنا اهي برضه تنزل على النص كده اوكي ماشي. في عندي حيطه ثانيه خلينا بقى هنا في الجزء ده كده ماشي، في حيطه اهي اوكي دي كده من هنا من عمود للعمود صح كده اهي العمود للعمود كده ماشي. واوعى تعدي طبعا جوه العمود يعني خلاص احنا اتفقنا على الكلام ده، ما تطلعليش جوه العمود الله يبارك لك، احنا ايه طالعين من العمود للعمود كده زي ما اتفقنا الشغل بتاعنا كده خلاص. وادي كده برده هنا بين العمود للعمود برده كده اهو تمام اهو. بتاكد كويس قوي انك ماشي على الاكسات يا هندسه، اتاكد انك ماشي على الاكس مش على الميد بوينت، عشان مش عايز يجي حد يرسم يعمل معايا سناب على الميد بوينت يقول لي ده الدنيا باظت مني، لا اتاكد لو سمحت خلاص. هنا عندك التويليت هنا لو الجزء ده كده يطلع من هنا كده يمشي لحد الاكس ده كده اهو ماشي لحد هنا كده تمام. وادي المطبخ بتاعنا اللي هو الكيتشن بتاعنا كده لحد الاكس ده وامشي لحد فين؟ لحد هنا خلاص. بعدين هطلع من نفس الحيطه دي كده لحد بره اوكي. طبعا انا برسم كده واحد يقول لي يا باشمهندس ده في حاجات متداخله وحاجات بيقول لك مالكش دعوه دلوقتي، انا هتصرف في كل ايه بالظبط. اطلع لحد هنا برده كده اوكي تمام. بالظبط 3 دي ماكس لو في غلطه صغيره بتعكر علينا دي. صحيح كلامك صح يا باشمهندس، ده كلامك مظبوط، وانت انت حضرت معايا الماكس وعارفه المعاناه اللي احنا كنا فيها يعني خلاص تمام. فاحنا هنا بنعالج في الورك شوب ده بنعالج الاخطاء وبنبدا من الاول عشان ما نجيش نقع في الماكس ان شاء الله في اخطاء باذن الله تمام. طيب عندي ايه تاني هنا؟ كل ده كده ممكن اخد بقى كل دول كل الحوائط اللي انا عملتها جوه دي كده زي ما انتم شايفينها كده واعمل لها ايه ميرور على منتصف الايه المشروع بتاعنا بالظبط. انا كده خلاص نفس التقسيمه بالظبط، ادي كل ده تقسيمات كده وده كده اهو، ولا كل ده يبقى ميرور لان هي العماره بال يعني في النص واخده في الميد بوينت كده اهي، اتاكد انا في الميد بوينت كده اهو اطلع لفوق امسح الاصل هتلاقي العماره كلها ايه خلصت معاك. في هنا عندي المفروض ان هي في عمود تاني مش باين هنا معرفش ليه، ده كور السلم هقول لك عليه. حاضر يا باشمهندس انا يا حاضر حاضر يا باشمهندس ايمن، هنجي لها دلوقتي ونعملها ما تقلقش خلاص. يبقى انا عندي كده الجزئيه دي. في عندي هنا برده في تويلت هنا اي ثينك ان هنا في عندي من العمود ده هنا في جزء اهو برده مالتي لاين هنا من العمود ده
لحد هنا كده ماشي اوكي خلاص. هو عندي تقفيله بقى اللي هي الجزء ده كده، ده كور اللي اعتقد هي الجزء برضو، عندي حيطه من هنا لهنا كده اهي ماشي، والحيطه دي واصله معايا لحد هنا تمام، يعني تقريبا ده هنا. طبعا الحيطه دي اساسا كلها هتبقى 25 اللي هي كور للسلم دي بتبقى 25 سنتي، فدي طبعا هتبقى مش عندي هنا، دي بتاعه الباب فقط، هتبقى نازله لحد هنا بس كده اللي هي جزئيه الباب فقط لا غير ماشي. طيب في عندي حاجه تانية ناقصه هنا، تعال نبص بقى للجزء اللي هنا ده كده خلاص كده اوكي. في حيطه هنا نازله كده عمودي برضو مالتي لاين، هبدا من هنا كده، ده فاصل الشقتين مع بعض، وهنا برضو كده من هنا لحد الاكس اللي بره ده كده. وعندي بقى منين لفين بقى، من اول الاكس ده شايفينه خلاص لحد الاكس الثاني زي اخوه الناحيه الثانيه، يبقى عندي مالتي لاين، هبدا برضو اهو من الاكس ده لحد اخوه الناحيه الثانيه كده اللي هو ده كده ماشي. يبقى انا كده خدت ليه الحيطان بتاعتي كلها، المفروض في هنا حيطه مايله خلاص، غير بقى ليه الحيطه اللي بره اللي هي بتاعت الايه البلكونات اللي هي التقفيل اللي بره دي. فانا هاجي كده اخد برضو مالتي لاين تاني وابتدي اقفل بقى الحيطه اللي بره دي، وخد بالك انا عاملها لوحدها، ما حدش يسالني ليه، لان طبعا اكيد الحيطه اللي بره انا عامل دي منفصله، يعني دي منفصله اهي، لان تبقى ارتفاع الحيطه اللي بره غير ارتفاع الحوائط الداخليه، فلازم البلكونه او التيراس لازم تكون سيبريتد او منفصله عن الحوائط الداخليه. فهمنا بالظبط كده، الله ينور عليك يا باشمهندس، تمام زي الفل اوكي. طب حلو جدا، تعال بقى نشوف بقى ايه الداخليه. في عندي حاجه هنا كده كله تمام 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 تمام. طيب هعمل كده ايه، نعمل بقى اند ايزوليت عشان نشوف بقيه الحاجات الناقصانه، عشان يبقى احنا رسمنا. نقفل بقى، ممكن نقفل الاكسات خلاص، ونقفل الهاتش عشان يبقى معايا، ونقفل الدايمنشن اللي جوه خلاص، حتى التكست برضه ممكن نقفله، والدايمنشن اللي بره مش عايزينه، يعني بنحاول ننظف الدنيا كده عشان بقى شايفين الدنيا ماشيه ازاي. هنا الراجل عمل ايه؟ هنا الراجل قال لك الحته الصغيره دي اللي هي هنا دي كده شايفها خلاص، الحته الصغيره دي قال لك والله باشمهندس يعني ايه مش عارف يعني ايه عملنا ميرور ايه؟ بص يا باشمهندس، اصل هو الفكره ان الشقتين زي بعض، فانا الحيطه منفصله زي ما عملت لها ميرور تمام؟ ماشي، فهي مالهاش دعوه، يعني دي حيطه ودي حيطه منفصله، يعني دي لوحدها، ولو جيت مسكت دي هتلاقي دي لوحدها خلاص. انا اقصد ان الحيطان اللي جوه كلها هتاخد نفس ارتفاع الدور تمام، يعني الحيطان الداخليه كلها هتاخد نفس، ما عدا البلكونه، لان البلكونه اللي بره هيبقى واخد ارتفاع تاني، لان هي اوريدي هتبقى واخده في الفور جي. اي ثينك ان انا عندي صوره للعماره نفسها الواجهه الاماميه، لو لقيت صوره للعماره الواجهه الاماميه اعتقد فين، بسم الله لحظه كده اشوفها لك سريعا، اعتقد الواجهه الاماميه عندي هنا كده اي ثينك ذلك. فين 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 يا ابو خطاب، اهي ده الواجهه الاماميه، طبعا الواجهه دي تتغير دلوقتي والشغل ده كله بتعدل تمام، دي الواجهه الاماميه. فبص هنا الحيطه بتاعت البلكونه قد ارتفاعها قد ايه، فاهمني اهو الارتفاع ده كده، وعندك هنا اوريدي في الفروجي، فانت الارتفاع بتاع سور البلكونه ده غير ارتفاع الحيطه الداخليه، فهمتني مش محمد؟ ها فهمني انا اقصد ايه؟ فعشان كده انا فصلت الحيطه اللي بره لوحدها عن الثانيه. فانا كده اقوم اقفل بقى، قال لك هنا الراجل اهو في الحته دي قال لك بص يا باشمهندس، انا الحته دي كده بالظبط انا ايه قلت بدل ما انا اخليها حيطه مثلا صغيره كده، يعني هو راجل برضه فكر، بس خد بالك دي انا هوريها لك في الواقع لما انا صورتها الموضوع مختلف، لان هي الحيطه هنا برضه 12 خد بالك كده خلاص تمام. فهو قال لك بدل ما تبقى 12 انا هخليها 25، هنا بقى نظام ايه حيطه مع العمود، بس هو للاسف هو مش كده، هو عاملها كاميرا، فهي اوريدي حيطه في الواقع، يعني لما يبعت لكم الصور ان شاء الله لما نيجي في بنتكلم على التفاصيل الداخليه، لما اقول لك انزل ارفع مقاس واعمل لكم فيديو لللايف للموضوع ده خلاص، تلاقي هنا في ده كاميرا وسقوطها مثلا حوالي 36 سم او 35 سم، وتحت منها حيطه 12، يعني هنا دي حيطه 12 تمام ماشي. فانا ممكن اعمل حركه لذيذه قوي اقول لك عليها، ممكن اعمل لك مثلا مالتي لاين هنا على السكيل بتاعها 25 سم اوكي، واسقطها، لا مش هتيجي 25 دي مش هتبقى سنتر، مشكله دي صح، هضطر اسميها لاين مؤقتا معلش، لان كده ايه، وبعدين ممكن اعملها ريكتانجل اي حاجه، لان مالتي 25 هنا العمود ماشي على 6% مش هيجي معايا سنتر كده، وممكن اخدها ريكتانجل بقى وارسمها كده اهي كانها ايه ريكتانجل اوكي خلاص. واشيل بقى اللي ايه، اعمله كده هايد مؤقتا، واخد الخط ده اعمله ترحيل كده لجوه ماشي لحد تقريبا نص العمود ماشي اوكي، ده الخط كده تمام كده ماشي كده يا باشمهندس. طيب ايه اللي انا عملته بقى هنا دلوقتي كده، انا هاخد لك الخط ده وهعمل لير هنا اسمها هيدن، فاكرينها
نعمل لير هيدن هنا؟ لا ما عملناش لير هيدن. عارفين طبعا نظام الهيدن ده ولا مش عارفينه؟ خلاص ده الهيدن، وهنخلي الهيدن خلاص نوع الخط بتاعه هيدن برضو لود، ونقول له هات لي خط هيدن 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 2. اوكي ماشي، واقول هيدن 2. اوكي، واخد الخط ده احطه في اللير اللي اسمها هيدن. تمام خلاص. طيب باشمهندس، باشمهندس ايمان بتقول لك كويس، بس برافو باشمهندس ايمان، صحيح برافو باشمهندس فريخة، استعملها في السلم فعلا. باشمهندس محمد بيقول لي لا، باشمهندس احمد ماشي. بص يا جماعه، عارفين الدرجه بتاعت السلم النوز؟ يعني لو جبت لك مثلا درجه السلم كده، هات لي مثلا سي الورك هنا عشان بس اوضحها للباشمهندسين يعني ايه الهيدن بتاعي. الكاد بسم الله، انا اشرحها لكم على السلم عشان ايه. ما هي الفكره كلها ان انا بتكلم عن حاجه تحت الكفر، يعني لو ببص من فوق مش هشوفها. تمام، يعني هوريك مثلا كده فين السلم. بسم الله، بص كده صوره للسلم مثلا كده لو بنتكلم عن كده. ادي مثلا السلم بتاعك شايفينه كده، ده السلم اهو. اوكي السلم ده ماشي، في نوز اهي، لو علمت لك عليها كده ماشي، في نوز اهي، شايف الحته دي كده، الحته دي، الخط ده والخط ده. انت لما تيجي تبص من فوق هتشوف البلاطه دي والجزء ده كله، صح؟ طب انا دلوقتي عارف، عايز احدد الحته دي قد ايه، البروز ده قد ايه، الحته دي قد ايه. تمام خلاص، فبقوم عامل شرط كده حاجه اسمها هيدن. هيدن يعني ايه؟ يعني الخط ده مخفي تحت، اللي هو بعمله معامله هنا كده اهو كده، فهمنا؟ خلاص، بحيث ان المسافه دي يعرف النوز دي البروز ده قد ايه. فهمنا حاجه ولا عيد تاني؟ فهمنا كده يا جماعه ولا عيد تاني؟ مش منسين، ما كانش عارفين موضوع الهيدن. اوكي طيب، حاجه كمان تانية، افرض ان انا مثلا عندي حيطه كده، خد بالك من كويس قوي من اللي انا هعمله ده، حيطه وفيها ارج. تمام، ادي حيطه فيها ارج. اوكي، لما اجي ارسم الحيطه دي من فوق هتبقى الحيطه كده، صح ولا لا؟ طب اوضح له منين ان فيها ارج؟ بقوم اعمل له حاجه هيدن كده جوه داش كده، فاهمني؟ امسح الايه الارج اللي هو ده. فهمنا كده يا جماعه؟ فده بيبين ان في فتحه لكن ما فيهاش باب او شباك، يعني ده ارج ما تحطلوش باب ولا شباك. خلاص، لان لو باب هحط باب، لو شباك هحط شباك. فانا عايز اقول ان هنا في ارج تحت الحيطه دي، فانت باصص من فوق هنا، انت واخد سكشن باصص من فوق، فانت فوق هتشوف البلاطه. فانا عايز ابين لك ان جوه البلاطه دي في تفريغ، فالتفريغ ده بسميه خط هيدن كده، زي ما انتم شايفين كده بعمله هيدن كده بمساحه الايه، بمسافه الايه، الارج بتاعي. واضح ولا ايه تاني؟ باشمهندسين واضح ولا ايه تاني؟ وضحت؟ باشمهندسين اللي كانوا بيسالوا مش عارفينها. تمام باشمهندس، اوكي خلاص. فده جزء ليه حاجه اسمها الايه؟ الهيدن. فانا هنا في اللوحه بتاعتي، في اللوحه بتاعتي هو هنا عامل دي كاميرا، وتحت منها الحيطه اصلا ماشيه 12، فانا رحت عامل خط هيدن ده ان دي الحيطه. تمام، دي ايه؟ الحيطه بتاعتي. فهمنا ولا ايه تاني كده؟ ممكن يكون معناها ريكتانجل. تمام، حيطه عشان ايه؟ في 3 دي اطلع بيها عدل واشيل خط الهيدن ده، مش مهم الهيدن عندي، خليها حيطه عندي، بس ابقى فاهم ان انا ايه؟ ان دي بتاعه الايه؟ الحيطه الداخليه. يبقى كده في ايه؟ تقفيل عندي هنا، في دخله كده جوه. يبقى ده الكاميرا فوق 60 30 سم نازله من السقف، خلاص الكاميرا 25 اب باشمهندس محمد، والحيطه بتاعتي اهي اللي هي 12 زي ما انا كنت شغال عادي جدا جدا جدا. اوكي تمام. طيب نفس الموضوع ده هيتعمل الناحيه الثانيه، ما هو نفس ده هو نفس الناحيه الثانيه، خلاص اهو ماشي. هو الكاميرا برضه اعمل لها كده، فانا ممكن اخد الاثنين دول برضه اعمل لهم ميرور مره واحده عشان ما اوجعش دماغي، اقول لك اعملي ليهم ميرور على منتصف الايه، الجزء ده كده. تمام، عفوا، هو بيعمل ميرور وبيرسم مالتي لاين، عايز ميرور كده، اقول لك اعملي ام اي ميرور. اوكي، وابتدي ارسم. ايه يا عم في ايه؟ انت معلق معايا ولا ايه؟ الراجل ده شكله تعب ولا ايه يا جماعه؟ ام اي، ايوه كده، وانزل كده اهو. اوكي، بقول لك ما تمسحنيش الاصل، خلاص. يبقى انا كده خلصت الجزئيه دي. انا في عندي حته هنا عشان كده محتاج الحته دي برضو تنقل للناحيه الثانيه، فاعمل لها برضو ام اي على النص كده عشان ما نقلش الحته الثانيه دي كده لبره. خلاص، طيب العمود ده ايه برضو؟ تعال نشوف العمود الثاني ده فيه برضو، عامل نفس الحركه في العمود ده. تمام، نفس الحركه عاملها في العمود ده كده برضو، نفس الموضوع. يبقى انا ممكن اخدها كده كابي على طول ماشي، نفس الحركه وهعملها جوه، هقول برضو ايه ده كوبي،
خلاص، واخدها من العمود لحد العمود الثاني، نفس الحركه هو عاملها هنا، الراجل ده شكله فاضي تمام. في حاجه ثانيه كده، لا خلاص برضو نفس الموضوع، خدهم بقى من هنا كده كوبي اوكي، واخدهم برضو ايه من العمود لحد الايه العمود الناحيه الثانيه كده يا باشمهندسين اوكي. ادي الجزء بتاعنا اهو ده كده، خلصنا كده الدخل كله، ما فيش بقى غير كور السلم اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا ده خلاص اوكي. طبعا ده للاسف انا مضطر ارسمه لاين، لان طبعا هنا مش ما فيش اكس، مش هقدر امشي على الاكس بالظبط، لان هو ماشي على مسافه معينه، المسافه دي 25، فانا ممكن اقوم اعمل ايه عشان اريح نفسي، اقوم واخد هنا لاين كده تمام اهو لحد هنا كده ماشي، واعمل لاين ده اوفست ماشي على 25 كده داخل تمام. وبعدين عندي ايه ده، انا في عندي وول هنا برضو في الجزئيه دي عند العمود ده، الحيطه دي برضو هنا قفل دي 25، يبقى انا محتاج مضطر افك الحيطه دي برضو خلاص اوكي عشان اقفل عندي 25 سنتي. في شويه تعديلات كده هستعمل هنا، موال شويه كده خلاص اكساته، طبعا اشوف الاكسات بتاعتي وابتدي اشتغل عليها خلاص في الجزئيه دي كلها. المهم جزء الاسانسير والكلام ده كله اصلا مش مهم بالنسبه لي، انا يهمني فقط الداخلي، لان هشتغل داخلي، انا مش هعمل بير السلم والكلام ده كله، فانا الجزء اللي جوه ده ها مش مهم عندي في التصميم بتاعي، لان مش هقدر اصمم بير السلم والقصص دي كلها مش داخله معايا في الحسابات. يهمني السلم لو انا داخل في شقه دوبلكس او فيلا وفي سلم داخلي، انما بره باب الشقه ما يخصنيش. فالجزء ده بس انا قفلت الحيطه هنا، الدنيا زي الفل كده خلاص، الحيطه معايا مقفوله خلاص كده، انا مبسوط وراضي قوي. ممكن اعملها برده ريكتانجل تمام، واقفل من باب الشقه كده لحد هنا كده شكرا، والخطوط اللي انا رسمتها دي مجرد بس كانت دليل، شكرا. انا كده عايز بس ايه الحيطه دي عشان ابقى قافل باب شقتي وشغال جوه هنا، انا ماليش دعوه بايه بالبره دي خالص يعني اوكي، عشان ما اخش في موضوع انشائي وجع قلب. طيب تعالى بقى في الحته دي، الحته دي بقى هو عمل حركه لذيذه قوي يعني ماشي. ايه الحركه دي؟ تعالى نشوف الابعاد بتاعته هو رسمها ازاي تمام. تعالى كده نتفرج عليها. الراجل الاول لو انا خدت كده بالدايمنشن، قست الزوايا بتاعته، زاويه الميل بتاعته الانجلر من هنا ماشي مع الخط ده مع الخط ده مثلا اهو، بيديك زاويه كام؟ 55 خلاص تمام. ولو خدت انا الطول بقى هنا، يعني هحاول اجيب لك الابعاد بتاعت دي كده عشان الرسم بتاعها اهو، دي 25 سنتي، حاطه كده 25 سنتي، بعد كده بدا يوصل عندك. طبعا برضو الجزء ده كده كام؟ لو انا خدت السور بتاع البلكونه ده من هنا لهنا كده قد ايه؟ تقريبا هيديك حوالي 3 متر ونص، طبعا 3 متر ونص مسافه كبيره قوي على النقطه دي، يبقى انا محتاج ان انا اعمل الخط ده كده على بعد 3 متر ونص، ابتدي اخد خط ويطلع يقفل عندي على 25 فوق ماشي. فانا هعمل ايه هنا؟ هاجي في البروجكت بتاعي، هطلع كده من العمود ده لاين خلاص، واطلع بيه كده بالراحه على حركه لذيذه قوي، بولي لاين، فاكرين امر البولي لاين؟ اطلع بيه كده 25 سنتي اوكي، وانزل بيه كده زاويه تمام، اقفل كده امبيانت طبعا هنا ماشي اوكي. هنا عفوا كليك هنا، طبعا القرص شغال التعامد، فانا ممكن اقفل التعامد واقول له بعد اذنك انا محتاج زاويه كام؟ ها ماشي، خد بالك انا محتاج هنا الزاويه بديك هنا كام؟ المنعكسه اللي تحت دي لو انت واخد بالك منها اللي هي 118، شايفينها ولا مش شايفينها؟ الزاويه 118، انا محتاجها كام؟ 55 ناقص 180 يبقى كام يا باشمهندسين؟ ها اهي تاب كده، تاب مش جي، تاب يا باشمهندس محمد مش جي، تاب من لوحه المفاتيح خلاص. انا محتاج دي كام؟ ها تكمله ال 55 من 180 ماشي خلاص، او 90 زائد 55 يبقى كام؟ بنتكلم في 145 تمام. جي جوينت صحيح تمام مظبوط. يقول لك مثلا عايز زاويه 145، راح مديك ايه الزاويه والطول بتاعك، طبعا بعد كبير قوي، او ممكن اريح دماغي خالص من القصه دي، هقول لك عندي هنا لاين ماشي اهو، افتح بقى القرص تاني ماشي، ابسط حاجه خالص يعني، وحرك اللاين ده على بعد كام زي ما الراجل كان قايل، ها 3 ونص تمام اوكي، واطلع هنا 25 سنتي لاين تمام اوكي 25 سنتي، واقوم قافل لاين تاني من هنا لحد ال 3 ونص، انا كده خلصت. بس ادي الميل بتاعي اللي هو الراجل عامله زي الفل، مفيش عندي ادنى مشكله خالص تمام، 125 بالظبط يا باشمهندسه شيماء تمام. يبقى انا كده الزاويه بتاعتي، عايز كده الزاويه اشوف ده الزاويه بتاعته كام، هل مظبوطه ولا لا؟ 123 لا هي مش مظبوطه، لان انا المفروض سوري عفوا، المفروض دي تقفل على اول حيطه كده، معلش عفوا اهي على اول الحيطه دي كده بالظبط هتبقى قافله معايا خلاص. وادي اللاين بتاعي، الاثنين دول هعمل لهم ايه؟ جوين عشان احولهم بولي لاين، واعمل لهم بقى اوفست بمسافه الحيطه اللي هي كام؟ 12 سنتي لفوق طبعا اهو. حد عنده مشكله في اللي انا عملته ده؟
حد عنده مشكله في اللي انا عملته في الحيطه المايله دي. طبعا هي لها طرق كتيره جدا في الرسم خلاص، لكن دي ابسط حاجه على طول في ايضاح الحائط بتاعي ده. طيب كويس قوي. طبعا اللي انا عملته ده هو ماخده ايه برضو ميرور الناحيه الثانيه على نص المشروع بتاعي. كده انا خلصت تقريبا البلان بتاعي كله المعماري اللي يفرق معايا او اللي يهمني في الشغل بتاعي. اعتقد ان كده ما عادش عندي حاجه تانية خالص ناقصه، كل حاجه اعتقد موجوده. تمام، يبقى ده البلان المعماري بتاعي اللي موجود عندي خلاص. اهميه البولي لاين توضحها للزملاء باشمهندس محمد. اه تمام، ما هي الفكره ان البولي لاين يا جماعه برضو في نقطه كويس باشمهندس محمد قال لي عليها. في حد عنده مشكله في الفرق ما بين اللاين والبولي لاين يا جماعه؟ حد عنده مشكله في اللاين والبولي لاين؟ مش فاهم اللي اشتغلت او شوين. حد مش فاهمها يا جماعه؟ زملائنا الاعزاء. طيب للايضاح برضو ان البولي لاين بيطلع معايا 3 دي سوليد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو رسمت كده لاين اهو عشان الناس تبقى معايا كده، اقفل بس الاورثو تمام نوضحه كده بسرعه. ادي اللاين بتاعي وبرسم كده وبقفل، ادي لاين. فهتلاقي اللاين عندك هنا سبريتد، المشكله احنا شرحناها في اول المحاضره. طب لو خدت بولي لاين ورسمت تقريبا شكل مشابه كده هتلاقي شكل ايه؟ سوليد. تمام، شكل سوليد. اوكي، طب لو جيت برضو نفس الحركه اللي عملناها من شويه لما جينا 3 دي، فاكر لما قعدنا نلعب كده في 3 دي كاد وكنا قاعدين بقى بنتدلع في 3 دي كاد، ورحت واخد دول كلهم كده الاثنين ورحت اعمل لهم الامر بتاعنا الجميل. تمام ماشي، ونحن طالعين بيهم كده يا سلام، واخد بالك انت؟ وتعالى وريني بقى كده ايه الشيدد، هتلاقي ان البولي لاين طلع سوليد واللاين طلع سيبريتد، نفس الفكره اللي وضحناها في الاول خلاص. فلو هترسم حاجه هتطلع بيها 3 دي شكل بقى تمام سبيس عشان لما نطلع ماشي. حاضر حاضر باشمهندس عيني، حاضر. لا طبعا باشمهندس سليم، انا وانا رايح اصلا ما باخدش معايا اكسات خالص. تمام، انا رايح ما باخدش معايا اكسات خالص. اوكي، انا برسم اللي هو البند الاولاني. ما عندنا لما يكون عندي بلان ماكس، فانا سوري بلان كات، فانا بقول ازاي ارسم بلان الكات لو انت عايز ترسمه خلاص. يعني انا كده مثلا هقول لك على حاجه، لما يجي لي البلان كاد مرسوم وعايز ارسمه عندي هنا، فانا لازم ارسمه من طريق الاكسات. يعني اشوف لك بس البلان بتاع المشروع ده موجود ولا لا خلاص. تمتين باشمهندس سليم، فانا لا، انا لو رايح الماكس انا مش محتاج، ما باخدش معايا الاكسات اصلا خالص يعني. تمام، ولا باجي جنبها نهائي. لكن انا لو جالي بلان كاد عايز يترسم، يعني اعتقد ان انا عندي هنا البلان تقريبا، خليكم معايا لحظه واحده بس ادور عليه، خليكم معايا لحظه واحده. يعني العميل دلوقتي جاب لك قال لك انا اشتريت الشقه دي البلان اهو. انت عشان ترسمي البلان ده عشان تاخدي منه المعماري وتطلعي بيه الماكس لازم ترسميه بالاكسات. كده مش سليم؟ يعني انا العميل جاب لي دي قال لي بص اهو ادي البلان اهو اتفضل ارسمه، او ادي بلان الشقه اتفضل اشتغل ساعتك عليه. يبقى انا البلان ده المفروض ان انا ارسمه كاد الاول واطلع بيه ايه؟ للماكس. فانا عشان كده بضطر ارسمه بالاكسات، مش هعرف ارسم بلان كاد الا لما يكون فيه اكسات. تمام؟ دي اول مرحله احنا كنا بنتكلم فيها. تمام؟ اتمنى تكون الصوره واضحه. اوكي. طيب. انما وانا رايح بقى هقول لكم احنا هناخد معانا ايه واحنا ماشيين، يعني لما نيجي وقتها كده ما نتكلم بقى نبعت للماكس هنتكلم ونقول احنا محتاجين ايه بالظبط. طيب انا كده خلصت تقريبا كل الحاجات اللي عندي، فاضل عندي ايه باشمهندسين؟ فاضل عندي بحط بيان بيك بالمقاسات اللي هو ايه اللي عليها ماشي. وهنا انا مش فارق معايا شكل ايه، انا هو حاطط بلوكات بقى وعامل، انا مش فارق معايا الكلام ده كله خلاص. انا بس بشوف الشبيك، هم طبعا اكيد مديني الابعاد هنا على الفتحات على الواجهه، طبعا ده اساسي بيبقى موجود عندي خلاص. فين الدايمنشن؟ دايمنشن اوت اهو. فهو مديك الفتحات اهي شايفها من الاول 62، الشباك متر ونص شايفينه، هو مديك الابعاد اهي، ومن الشباك ده للشباك ده كذا، مديك كل الايه الدايمنشنز على الايه الخارجي. تمام، فانت عندك ابعاد الشباك اهي، الشبابيك كلها موجوده اهي، حتى شبابيك المطبخ والحمام كل الشبابيك موجوده. يكفيني يكفيني فقط 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 انا عندي الشباك هنا كام؟ ها ماشي متر ونص، حلوه قوي حلوه قوي. انا هجي اعمل ريكتانجل بسيط جدا اهو، عامله كده ايه؟ ها متر ونص. ها تاب كام؟ معلش ابعد بس الشات عشان يبقى شايف. تمام، هاجي هنا كده اقول لك ريكتانجل اهو متر ونص اللي هو العرض بتاعه في كام بقى؟ في سمك الحيطه. ها مش عايز حد يزود، هو سمك الحيطه بس. ليه؟ لان انا هفرغ من الحيطه، فلازم يكون الشباك بتاعي متر ونص في 12 سنتي. طب يا باشمهندس لو الحيطه بتاعتي 25 يبقى عرض الشباك 25، فهمنا حاجه؟ خلاص
يعني لو الحيطه 25 يبقى الشباك 25، لان هفرغ من الحيطه لازم الشباك يكون سمك الحيطه. خلاص الواقع بقى احنا اصلا بنعمل الحلق كام ولا ده ملوش دعوه بالواقع، انا بعمل عمليه تفريغ هنا، فانا محتاج نفس المساحه عشان اقدر افرغ من الايه الحيطه بتاعتي. اوكي ماشي، فانا بمشي طبقا الحيطه. لو الحيطه 12 بخلي الايه الشباك بتاعي 12. هو اصلا خد بالك هو ما فيش اصلا شباك 12، يعني اصلا انت بتجيب الحلق بتاعك 15 سم اللي هو 6 بوصه كمان يعني. خلاص وحسب القطاع بتاعك انت شغال قطاع كام. اوكي بس المتعارف عليه ان سمك الباب وسمك الشباك بيبقى سمك الحيطه، ده قاعده ثابته عندنا. طيب مش مهندس دلوقتي هو عامل مش عارف، انا مش عايز اي حاجه خالص، خد ده كده حطه في اللير بتاعته عشان ياخد لون اهو، فين الويندو اهي، وسقط لي الويندو في مكانها وخلاص عشان ابقى عارف لما اجي افتح في الحيطه هفتح فين. خلاص انا مش عايز بقى التفاصيل بتاع الجدار والكلام ده، هو بلوك ده ما يخصنيش. تمام انا برسم كده ايه حاجه وخلاص. طب هو راجل قال لك هنا من البدايه طلع متر ونص، عينيا اخد بقى ده كده واعمل له موف اقطع كده تمام على البدايه كده ماشي، وبعدين احركه كام؟ ها موف على كام؟ قال لك متر 62، اظبط القرص عشان ما اتعبش نفسي، يبقى متر 62. اوكي واقدر طبعا اسقطه تاني من هنا على الحيطه بتاعت عمودي كده، يبقى كده ايه سقطت الايه الشباك بتاعي اهو. خلاص لونه طبعا مختلف، انا بدي لون مختلف ليه؟ عشان الايضاح. يبقى باين ان هنا في شباك، ممكن اديله نفس اللون اللي هو اللي مديهوله الفش ده حلو كده تمام. ليه؟ عشان يبقى عندي كده واضح. بص اهي في هنا في اهو لون واضح جدا ان انا عندي ايه في فاصل هنا، في حاجه مش مظبوطه يعني، او في حاجه سوري مش يعني مختلف عن الحيطه يعني، قصدي في حاجه غريبه شويه. اوكي طيب تعالى بقى نشوف نفس الموضوع، الشباك الثاني هاخده كابي على بعد قد ايه يا باشا؟ ها لو انا مسكته من هنا مثلا ادي متر ونص، متر 78 تقريبا نص الاوضه، الشباك بيبقى غالبا في نص الاوضه بالظبط تمام. فهاخد الشباك ده كده تمام اهو، ممكن اكبر بقى كده شويه عشان بس ايه احس ان الدنيا بقت صعبه شويه، ولا كده مثلا ايه كابي من المنتصف هنا لمنتصف الغرفه هنا. اوكي لمنتصف الغرفه هنا، واعتقد ده ممكن اعمل له ميرور للناحيه الثانيه هيريحنا في الموضوع ده. خلاص يبقى ايه طبعا لو عملت شباك ايه شقه هتعمل باقي كله ميرور نفس الموضوع. هبتدي اسقط شبابيكي كلها، الشبابيك اللي في الجنب دي ايه اعتقد برضه ده متر ونص، متر ونص ماشي. في هنا شباك اوضتين، بعد كده في عندك 80 سنتي اوكي ماشي. يبقى عندي كده برضه اهو هعمل كده ريكتانجل تاني بقى، الموضوع بسيط قوي يعني. خلاص واقول لك هنا يبقى كام 12 تاب متر ونص اوكي، واحطه برضه فين في الويندو عندي. خلاص واخده برضه ايه ممكن اخده كوبي بقى عشان ما اقعدش ايه انقل فيهم كده، واحطه هنا في الميد بوينت. فين الميد بوينت بتاعت الحيطه دي؟ اقرب كده شويه عشان اجيبها، انا عايز الميد بوينت فين 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 يا خطاب مش باينه لي كده الحيطه. ده الحيطه كبيره سوري، الحيطه دي ما هياش كده متر ونص زي ما احنا عاملين ماشي. هتسقطها كده مبدئيا تمام. اقول لك كده ايه موف من او كوبي مثلا حطها كده تقريبا يعني هي في النص، او ممكن ناخد الابعاد من عندنا هنا على بعد قد ايه من الحيطه يا سيدي تمام. قال لك والله انا بعد كام متر 85 من هنا من فوق، انا هي حاضر. يبقى ناخد الشباك ده كده اقول لك ايه كوبي وانزل بيها متر 85، احطها على اول عمود كده بدل انزل بيها بالظبط كام موف على متر 85 من هنا، اقول لك ايه متر 85. يبقى انا كده ايه بظبط الدنيا بتاعتي، بعد كده بظبط الابعاد الثانيه مترين 77 مع اللي بعدها حاضر. يبقى اخد ده كده كوبي نفس الشباك تمام ماشي، او اخد الشباك ده كده تاني اهو، اقول لك برضو ده كوبي من نفس الابعاد بتاعته، وبعدين احركه موف مترين 77. طبعا شويه تفاصيل كده بسيطه قوي ها بنعملها. خلاص بنحط الشبيك بتاعتنا، لازم نوزع شبيكنا كلها مظبوط. في عندنا برضو ايه شباك بقى، خلاص ده الكبير ده خلص، عندي بقى شباك الصغير هو 80 سم بتاع الحمام والمطبخ، اقول لك برضو ريكتانجل خلاص، اقول لك ده 80 في ايه ده 12 سم بوينت 12 تاب 80 سم، واحطه برضو اهم حاجه احطه في اللير بتاعته عشان ابقى ايه شايف ايدين. طبعا انت ممكن تشتغل على اللير على طول مباشره ما عنديش مشكله، وموفه من النص كده للنص هنا تقريبا اهو تمام. انا عملته كده انجاز للوقت يعني، واخد ايه المسافه من ده كام من الشباك ده للشباك ده ده مش متوسطا تقريبا، متوسطا تقريبا برضو متوسطا ماشي. اوكي طبعا الابعاد عندك موجوده على اللوحه ما فيش فيها مشكله خالص، بس عشان انا حاسس ان الوقت بدا يجري مننا فانا ايه بحاول ان انا اقطع شوط كده شويه. خلاص ادي شباك هنا انا عملت له موف معلش ناخده كوبي ناخده مثلا لحد سين مثلا، بعدين اظبط المقاسات بتاعتي ما عنديش مشكله. في عندي هنا شباك برضو، وفي عندي باب البلكونه
ودي بقى البلكونه بتاعتي عندي بره، ما فيش عندي مشكله. ده بالنسبه لايه؟ للشبابيك. والبيبان نفس الموضوع، هجيب برضو الباب واسقط الباب عندي، وهنعرف برضو الموضوع ده هيتعمل ازاي. بس انا عندي في نقطه بصراحه مهمه جدا عايز في ال 10 دقائق اللي فاضيين دول، لان حاسس بصراحه الوقت جري جدا، مش عارف، انا حاسس ان انا يعني مش عارف، حاسس الوقت جري بسرعه قوي. كنت عايز اقول حاجات اكتر من كده بس مش عارف يعني. المهم اهم حاجه بقى في الموضوع كل ده، لا البيبان ولا الشبابيك، تمام، ولا اي حاجه خالص. انا المهم عندي دلوقتي والاخطر هو الحوائط، تمام، لان دي الحوائط اللي هيبقى شغلي كله عليها. الباب بقى عادي مش فارق معايا، اقفل اكساتي كده واقفل دنيتي دي كلها، حتى العمدان يعني هقفل عمود كده اهو. دي الحوائط بتاعت حضرتك شايفها، دي الحوائط بتاعت حضرتك. طبعا الحوائط دي تمام زي الفل، لو انا خدت الحوائط دي كده، لو انا حاولت زي ما كنا بنعمل كده في 3 دي هنا، تمام ماشي، ورحت واخد الحوائط دي كلها، ثانيه واحده، تمام اوكي، واخد الحوائط دي كلها كده ماشي، كل الحوائط دي كده سيلكتد كده، معلش انا بختار بقى بشكل مايل، فايه الدنيا عندي ايه متعبه شويه. اوكي اخدت كل الحوائط دي كلها كده، واخد الحته دي بس ماشي، والداخليه اوكي، ودي هنشيل منها دي، لا ودي هنختار منها دي، لا خلاص. ورحت الامر الجميل جدا اللي انا بحب اشتغل بيه على طول، ورحت طالع، ايه ده اشمعنى دول بس، سوري عفوا، تاني معلش ثواني كده بس اختار بس كده سريعا اهم، تاني على طول كده مرة واحدة، تمام، وده 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 كمان ماشي اوكي، كل ده كمان كده اوكي. تمام، فاحنا كده بنختار زي ما انتم شايفين كده اهو الحوائط بتاعتنا ماشي، تمام، ادي الحوائط اللي احنا اخترناها اوكي. وممكن نيجي كده في 3 دي كده ونبص عليهم واقول لك الامر بتاعنا الجميل اهو، ونطلع بيهم برضو طلع دول بس ماشي شكرا. هو زعلان مننا ما اعرفش ليه، اهو نفس الموضوع، مش معنى دول يعني زعلان منهم، المهم يعني خلاص. فتلاقي الحيطان بتاعتك طلعت معاك بالشكل ده كده، بص انا طلعت بيهم على طول. طبعا في حاجات ما طلعتش عشان في هنا بقى اللي انا بتكلم فيه، هنا في تدخلات مع بعضها دي عامله مشكله خلاص. لكن خد بالك بص الشكل العام عامل ازاي معاك، في حيطان شغاله وفي حيطان مش شغال ليه؟ بص هنا شايف الحاجات دي، شايف كده، هنا في تدخلات عامله معاه اوفرلاب، تمام، دي عامله معاه اوفرلاب، بلس ان انا في الماكس بيهمني ان اطلع كل ده حته واحده، اطلع بكل ده حته واحده. طب احل المشكله دي ازاي؟ معايا باشمهندسين فاهمين اللي انا اقصده بالحته دي؟ ها؟ واضحه ولا مش واضحه؟ باشمهندسين باشمهندسين معايا؟ اوكي؟ يبقى انا هنا عندي مشكله، ايه المشكله هنا؟ ان انا محتاج ان انا اشيل الفواصل دي تبقى كلها حيطان واحده، اطلع بيها جزء واحد، تقاطع زي ده كده، المفروض ده كلها حيطه واحده. تمام؟ الجزء ده برضو يبقى حته واحده، هكذا الاجزاء دي كلها. طب اعمل الحاجات دي ازاي؟ قال لك بص يا باشمهندس ده بقى المهم يعني، ده المهم في الموضوع كله، انا رسمت الحيطان والدنيا زي الفل، عايز اعدل عليها. بعدل ازاي؟ بحاجه اسمها مالتي لاين اديت. موجود برضه. انا اشتغلت مالتي لاين ستايل ودلوقتي بشتغل في مالتي لاين اديت. تمام؟ الموضوع ده مهم قوي. مالتي لاين اديت دي قال لك بص يا سيدي، انت عايز تعمل تريمات، كان في باشمهندس مش فاكر مين بالظبط، سامحني بقى لعدم تذكر الاسم، لما قال لي نعمل تريم، فاكرين؟ في اول السيشن قال لك ايه، احنا ممكن نعمل تريم. خلاص؟ فقلت له ان المالتي لاين مش هيعمل معاه تريم. خلاص؟ لما قال لي ممكن نرسم الحيطان اول بعد نسقط على العمدان، فقلت له المالتي لاين مش هيعمل معاه تريم. ليه؟ لان المالتي لاين ليه تريم بتاعه. انت عايز تعمل ايه؟ جوين كورنر، تمام؟ ولا اوبن كروس زي ده كده، تقاطع زي ده كده اهو، ولا عايز تعمل اوبن تي، تمام؟ خلاص؟ فاقول لك مثلا تعالى عايزين نعمل اوبن كروس زي ده، فاقول لك ايه؟ اوبن كروس، اوكي؟ شايفه؟ واختار هنا كده ده مع ده. ايه رايك؟ خد بالك الامر شغال يعني، في اي تي تاني، تمام؟ ما عنديش تي تاني للاسف، كله هو ده بس، كان ده الكروس الوحيد اللي عندي. طيب تعالى مثلا نفتح حاجه زي كده، تمام؟ هقول لك ايه؟ مالتي لاين تاني اهو، واقول لك اعمل لي اوبن تي، واخد التي دي مثلا كده ها مع ده. ايه رايك؟ وده بص انا بعمل ايه اهو، الموضوع سهل جدا جدا جدا، موضوع تنظيم بحت، موضوع تنظيم بحت اهو، تي هنا لهنا خلاص اهو ده، ولا ترم بقى ولا وجع دماغ ولا اي حاجه، الموضوع سلس جدا 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 من هنا لهنا اهو. اوكي اهو موضوع سهل جدا، ولا بقى ترمات ولا وجع دماغ. فامر مالتي لاين من الاوامر التحفه الرائعه اللي فوق الخيال، انا بحب اشتغل بيها جدا جدا جدا، تمام.
هو بصراحة هو ده الأمر اللي إحنا بنشتغل بيه. يعني أنا بضحك عليك لو قلت لك اشتغل بحاجة تانية، لا هو ده الأمر اللي إحنا بنشتغل بيه. أمر واحد خلاص، بخلص كل البلان تمام، أدي كل حاجة عندي زي الفل أهو. عفوا أدوس كليكات زيادة، شكله كده خرج الأمر أهو، أوبن تي أهو، ده مع ده كده خلاص. طبعا الكليكات زيادة بتعمل إيه؟ زي أوفرلاب كده، أو بيعمل لخبطة، يعني لازم كده كليك هنا وكليك هنا بس خلاص أهو. الموضوع سهل جدا، هنا برضه نفس الموضوع، كليك هنا وكليك هنا خلاص تمام، الموضوع سهل جدا تمام. فعندك كده يا اوبن تي، يا ممكن تقول له ميرج. ميرج ده لما يعمل اثنين ميكس مع بعض تمام. لا هو مش اختراع، مش مهندس محمد، هو موجود من زمان، بس للاسف في ناس كتيره مهمله الامر ده وبتحاول تصعب الامر ده، تقول لك الامر ده فاشل والامر ده مش شغال. بس هو للاسف الامر ده من الاوامر القديمه جدا اللي بنشتغل بيها، وامر قويه جدا، وهو ده شغلنا اساسا فعلا. يعني لو انت يعني لو مهندس تمام بروفيشنال، هتلاقيه لازم شغال بالامر ده، لازم مش بمزاجه يعني تمام. فالامر ده محترم جدا جدا. اديني فتحت الحيطان بتاعتي كلها اهي. طب تعالى في الكورنر ده عايز اقفله تمام. هل هنا في عمود ولا لا؟ عايز بشوف العمدان كده، افتح عمود كده لو في كولوم ولا لا. لا كده ده في عمود هنا، ما اقدرش اعمل هنا ايه تقفيله. طب هنا هنا دي محتاجه تتقفل معايا الكورنر ده، يعني ده حيطه وده حيطه صح تمام. بيقول لك مالتي لاين اديت، ده كامل لي ايه كورنر جوينت اهو، اقفل لي الكورنر ده تمام مع الكورنر ده خلاص. يبقى كله عندك بقى ايه، حته واحده اهو بالاثنين مع بعض خلاص. فهمنا كده يا جماعه؟ فادي النقاط بتاعتي كلها بقدر ايه اقفل بيها المشروع بتاعي زي ما انتم شايفين كده، والدنيا معايا زي الفل، مفيش ادنى مشكله بيها خالص. ده اهم حاجه في تقفيله الحوائط بتاعتي يا باشمهندسين، لازم اقفل حوائطي كده عشان اقدر اطلع بيها واشتغل بيها كويس قوي. طب تعالى يا باشمهندس، انت ايه الفائده اللي انت عملتها هنا بقى؟ اقول لك بص كده، انا واقف على البلان بتاعي ده كده اهو. تعالى مثلا ناخد امر اوكي اهو، وقف كده في اي سبيس هنا اهو. بص الحيطه دي كده، ادي يا سيدي الحيطه بتاعتك كلها، ادي البلان كله طلع مره واحده، ادي 3 دي كده، خد بالك ولا طلع لي بيه 3 متر تمام. تعالى كده اعمل لي فيجوالايز ثانيه واحده بس، ما اعرفش ليه بيحمل ايه. شوف انا طلعت بيه كلهم زي مره واحده زي الماكس بالظبط، خطوه واحده بتخلي كله عندي البلان يطلع، بطلع بالشقه كلها او بالاوضه كلها في خطوه واحده بس، فانا بوفر على نفسي وقت ومجهود تمام. عشان كده قلت لكم اي خطوه انا بعملها انا عارف انا بوفر على نفسي ايه قدام، فاي خطوه انا بعملها عارف انا بوفر على نفسي ايه قدام. فياريت نلتزم بالخطوات اللي انا قلتها ماشي. هو كده اقول لك اعمله لي بقى كده شديد، هتبان معاك ادي الحيطان بتاعت حضرتك مظبوطه 100% ما فيهاش ادنى مشكله خالص اهي تمام. طبعا لو العمدان كمان طلعت هتقفل معاك ايه التقفيله تمام. بص الحيطان اهي ما فيش اي حاجه فيها جاب نهائي، ولا في اي فيرتكس مفتوح ولا كان ده، بس ده من الناس اللي شغاله ماكس طبعا هتفهم انا قصدي ايه اهو. بص كل حاجه زي الفل. يبقى انت كده سعادتك خلصت كل حاجه، تقدر تشتغل 3 دي وانت مغمض عينيك. فهمنا القصه دي ولا عيد تاني؟ مش مهندسين الاعزاء، الدنيا واضحه ولا حد عنده مشكله في اي شيء تمام يا باشمهندسين؟ طيب حد ليه اي سؤال؟ طبعا الوقت خلاص 7:10. قصدك على الامر اكسترود يا باشمهندس اللي انا طلعت بيه كده، اللي هو الامر اكسترود ده تمام. انا بقول له اي اكس تمام، اللي هو اكسترود بيظهر معاك اكسترود اهو شايفه. لو انت بتسال عليه البولي لاين اديت، لا بدوس بس قصدك ال المالتي لاين اديت مش البولي لاين صح، اللي هو ام ال هيظهر معاك اديت اهو. بعمل ام ام ال بس، هو بيظهر لك الام ال اللي هو مالتي لاين والاديت والستايل ثلاثه تحت بعض كلهم ام ال خلاص. يبقى ايه ام ال عادي خالص، هيظهر لك الثلاثه تمام. حد ليه سؤال تاني يا جماعه؟ حد ليه استفسار عن اي شيء تاني يا جماعه؟ طيب اشكركم جميعا، وهبعت لكم البلان بي دي اف على الجروب هنا وهنا على الواتس والفيسبوك، ويا ريت نرسمه عشان خدوا بالكم الحاجات دي انا احب ان انتم طبعا تطبقوا معايا، والمشروع ده ان شاء الله هنبتدي نطلع بيه في الماكس. فانا عايزك ترسم الكاد تمام، منها مراجعه على الكاد بالاوامر اللي احنا قلناها جديده، واتمنى تكون الاوامر فيها افاده وحاسين ان في حاجه فعلا جديده بالنسبه لكم افاده، ده اتمنى من الله سبحانه وتعالى. نحاول نرسم البلان بتاعنا. شكرا لكم جميعا والقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.